هو دلوقتي ثانية كده ممكن نعمل بنجات للناس. صلاح أحمد معايا. طيب يا جماعة، انتوا كمان ممكن تسمعونا على اليوتيوب لو انتوا حابين. احنا القناة شغالة حاليا، واحنا شغالين دلوقتي على يوتيوب وهنا. طيب ازيك يا كرولس، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طيب الاول انا بس عايز اسالك على عنوان الكتاب، لان عنوان الكتاب بالنسبه لي مثير جدا، مدخل لسيكولوجيه الانسان المهزأ. انت جبت منين العنوان ده؟ انت جبتها ازاي؟ خلينا نبدأ إن أهم حاجة الإنسان المهزأ، يعني هو يعني مش هنقدر نعمل أي حاجة من غير ما نقول إن الكور الإنسان المهزأ. وجت منين الإنسان المهزأ؟ إن أنا ذات نفسي حسيت في لحظة من اللحظات إن أنا إنسان مهزأ. هي لحظات كتير، بس في لحظة حسيت إن لأ، أنا مهزأ لدرجة إن أنا محتاج أفهم إن أنا ذات أنا نفسي مهزأ حسيت ليه؟ في لحظة فاهم من قصدي؟ اللحظات إن أنا إنسان مهزأ. و هي لحظة كتير، بس في كلمة لحظات مهزأ، حسيت في ناس زعلت لأ، جدا أنا من ذات عنوان، نفسي وفي ناس محتاج أفهم إن أنا اتقفلت من مهزأ الكتاب ليه؟ مجرد العنوان، وده طبعا حقهم. بس في ناس زعلت جدا من عارف اللي عنوان، هو وفي ناس الخبطة اتقفلت أو من الكتاب الألم أو مجرد العنوان، وده طبعا الواقع اللي حقهم. يضايقك. بس يمكن ده أسلوبي، عارف يمكن ده اللي هو استراتيجية أنا بستخدمها، بس أنا شايف إن دي الخبطة حقيقة. أو يعني الألم أو الواقع المعزة اللي هو يضايقك، الإنسان اللي ما بيعرفش يقول لأ، يمكن ده الإنسان ما أسلوبي، يعرفش يمكن يحط حدود. ده استراتيجية أنا بستخدمها، بس أنا شايف إن دي حقيقة. يعني المجتمع بيوصم، و المعزة هو الإنسان اللي ما بيعرفش يقول لأ، الإنسان في ما بداية يعرفش يحط حدود. الكتاب أو في بداية رحلتي المجتمع أنا كنت حاسس إن هو شخص المجتمع بيوصم، جاني و على حق نفسه، وشخص سايب بداية نفسه. الكتاب أو بس في لما بداية بديت رحلتي أقرأ أنا في كنت حاسس الموضوع إن هو أكتر شخص وأحاول أقعد مع نفسي وأفكر جاني أكتر، على اكتشفت حق إن هو نفسه، مجني عليه شخص نتيجة تربية غلط، سايب قناعات غلط، نفسه. أفكار غلط. بس لما بديت الموضوع فهو أكتر ده وأحاول ببساطة الإنسان أقعد مع المهزأ. نفسي يعني وأفكر أكتر، اكتشفت إن هو أنا ذات شخص نفسي في لحظة من سايب لحظات نفسه، حياتي شخص حسيت عنده الإنسان أفكار مهزأ، غلط. وبالرغم إن أنا حاولت أقاوم هو ده ببساطة الإنسان الأفكار المهزأ. اللي وصلتني لكده، أنا ذات نفسي ساعات في أهو لحظة من يعني لحظات بعد حياتي حسيت الكتاب الإنسان بسنة ولا مهزأ، بسنتين، ساعات وبالرغم بحس إن إن أنا أنا برضو حاولت ما أقاوم بعرفش أقول لأ، ما بعرفش الأفكار اللي أعترض، أنا ما وصلت بعرفش لها. أحط الناس ساعات حد أهو يعني. يعني بعد الكتاب بسنة ولا بسنتين بس فهو ده بداية الكتاب، الإنسان اللي ما بيعرفش يقول أقاوم لأ. الناس. ساعات حد الناس يعني تزعل بعد ما ما الكتاب تقولش إن ده مهزأ، بس بس لأ، هو فهو ده المجتمع بداية بيقسمه كده، الكتاب. الإنسان وهو لما بعد ما بيتمادى في حق نفسه بيبقى دي أقل حاجة ممكن تتقال له يعني. تقولش إن ده مهزأ، بس لأ، هو المجتمع بيقسمه كده، وهو طيب لما خلي بالك ان بيتمادى احنا في اول حق مره نجرب نفسه موضوع بيبقى دي اليوتيوب أقل ده، حاجة فايه ممكن يعني؟ تتقال له. راعي ان الدنيا مش الطف يعني، مش اظبط حاجه. فمعرفش خلي بالك الناس ان هو معاك على، الموضوع ما اليوتيوب في حوالي الموضوع خمسه او اليوتيوب سته ده على اليوتيوب فايه راعي لحد ان دلوقتي، الدنيا يمكن مش شويه الطف بالناس يعني، تخش. بتقول طيب حاجة الكتاب اقسامه فيها فمعرفش شويه حاجات الموضوع كتيره اليوتيوب كده، ده بس فايه انت راعي قلت ان لي ان الدنيا مش الطف القصه يعني، كلها على شخص ما بتقول بيعرفش حاجة يقول لا. فمعرفش الموضوع اليوتيوب ده طب فايه وانت راعي ايه مشكلتك مع ان شخص ما الدنيا مش بيعرفش يقول لا؟ الطف يعني يعني. انا مثلا انا فاكر ان انا في حاجه قريتها في الكتاب وحتى كلمتك عليها، اللي هو مثلا القصة كلها المفروض على انك ما شخص ما تسيبش بيعرفش واحده يقول لا. بتحبك، طب وان وانت ده ايه مشكلتك طول مع الوقت شخص انت يعني؟ كنت انا مثلا شايف ان هو حاجه قريت غبيه في جدا، حاجة يعني قريتها انت في المفروض الكتاب ان انت كلمتك على الموضوع ده، تتابع مثلا حد غبي او حاجه، مسيبش واحدة بتحبك. سوري معلش، انك تتابع حد مثلا انت ما وقريت بتحبوش، ان هو فانت حاجة تحبه غبية بس جدا، عشان خاطر كل الحدوته ان انت عايزه معاك حد دلوقتي، غبي او حاجة. ده بحد ذاته انانيه. سوري معلش انك تتابع حد الفكره دي شويه غبي جدا، شغلتني هو كده يعني، بيحبوش فانت بتحبه عشان فكلمني خاطر كل الحدوته. عليها شويه. خليني اجاوب اول حاجه في ده بحد السؤال، ذاته انانيه. انت ايه مشكلتك لو واحد ما الفكره دي يعرفش شويه يقول لا؟ شغلتني كده يعني، عايز اقول لك ان كارثه من كوارث خليني الانسان اجاوب خليني ان اجاوب هو ما اول بيعرفش يقول لا. حاجه في السؤال، انت ليه ايه بقى؟ مشكلتك لو واحد ما يعرفش يقول لا؟ عايز اقول لك ان كارثه من عاوز احكي كوارث لك الانسان قصه، خليني اجاوب ما بيعرفش يقول لا. واتمنى ان كل واحد يسمع القصه ليه دي بقى بتركيز ما بيعرفش يقول لا؟ ويعمل انعكاس للقصه عاوز دي احكي لك بقى قصه على مستوى الشخص، واتمنى ان كل مستوى واحد يسمع الدايره القصه دي بتاعت مجتمعه، بتركيز على مستوى البلد، ويعمل وات ايفر بقى. انعكاس للقصه دي بقى في عالم على مستوى الشخص، كان عاوز يجرب فكره مستوى التاقلم، الدايره بتاعت مجتمعه على مستوى البلد، والكائن الحي يقدر يتاقلم لغايه قد في ايه. عالم الو، كان عاوز يجرب فكره التاقلم الدايره بتاعت مجتمعه اسمع، انا وعامل سامعك زمان كويس. اه سامعك لغايه كويس، ايه. سامعك كويس خالص. معلش بس لغايه جالي قد ايه؟ مكالمه في النص كده. الو، فجاب 10 ضفادع اه سامعك كويس، وقسمهم خمس مجموعات، قسمهم سوري جالي مجموعتين، مكالمه خمسه في النص وخمسه كده. كده. جاب ميه مغليه ورمى اول خمسه، جاب 10 اول ما ضفادع الضفادع وقسمهم حست خمس بالماء مجموعات، السخنه نطت قسمهم سوري مجموعتين، خمسه وخمسه. يعني عاشت جاب ميه مغليه وانقذت ورمى نفسها. اول خمسه، الخمسه التانيين حطهم في درجه الضفادع حراره عاديه حست جدا، بالماء السخنه نطت، وابتدى يسخن الميه تدريجي لغايه ما وصلت لدرجه وقسمهم الغليان. نفسها. اوكي، الخمسه التانيين حطهم اكتشف في ان درجه حراره الضفادع مع عاديه كل جدا، درجه بتزيد الضفادع وابتدى بتتاقلم، يسخن ما الميه تقولش لا، تدريجي ما لغايه ما بترفضش وصلت لدرجه السخونه دي، الغليان. اوكي، لغايه ما مره واحده وقسمهم الضفادع الضفادع مع وهي كل درجه قاعده بتزيد الضفادع لقيت بتتاقلم، نفسها في ميه الغليان، ما لغايه ما قدرتش وصلت تقوم عشان هي لدرجه اوريدي السخونه. اتاقلمت وماتت اوكي، في الميه مره المغليه. واحده
الضفادع وهي قاعدة. الفكرة كلها ممكن واحد يقول ده على مستوى شخصي، هو بيلاقي نفسه يعني مش عارف يقول لأ، مش عارف يقول لأ، مش عارف يقول لأ، لغاية ما هو شخصيته اتغيرت وزعل من نفسه، الدايرة بتاعته تبتدي تستغله، المجتمعات، دول، الأنظمة الدكتاتورية بتعمل كده مع شعوبها عشان ما بتعرفش تعترض. فإن أنت تقول لي إيه المشكلة مع الإنسان يقول لأ لأ، دي كارثة، دي كارثة. ساعات بحس إن هي ممنهجة من الأنظمة القمعية بقى، سواء بقى أب ديكتاتوري، أم جهلة، صديق مستغل، زوج عنده عقد نقص، إدارات، سياسات، whatever. يعني الموضوع بيبقى ممنهج إن الإنسان يعجز على الاعتراض. فدي الفكرة. طيب كلمني اكتر بقى، مش على مش فكره ان الواحد يقول لا، الفكره بس ان احنا تمام طول الوقت بيبقى مثلا عندنا مشكله، مش يعني في ناس بتتكسف. طب انت لما قلتش الانسان المؤدب مثلا، الشخص اللي مش عارف يقول يعني مثلا، يعني هي كان ليها كذا حاجه، انت عارف المهزأ دي اصلها كلمه قويه جدا. وبعدين في ناس في امام كده اسمه الامام محمد بيقول لك اني اكره ايمان الاغبياء لانه ايمان تحول الى غباء، واكره تقوى العجزه لانه عجز تحول الى تقوى. في ناس بتدعي دايما ان هي لا، احنا ممكن نرد على فكره بس مش هنرد عشان المؤدبين، احنا ممكن نقول لا بس مش هنقول لا عشان الاخلاق. طب ما يمكن يكون ده برضه حق، يمكن يكون ده حاجه. لا 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 لا، ما لا لا، انا هقول لك ليه بقى. انت لو مقتنع بحاجه وقررت ان انت تعملها، عمرك ما تحس في لحظه من اللحظات ان انت مش عارف تقول لا. يعني انت مثلا جيت قلت لي كرولوس معلش انا هاخد الجزمه بتاعتك امشي بيها، لو انا مقتنع بيها ان دي حاجه اخلاقيه او ان حاجه كويسه واديتها لك، خلاص انا ما عنديش مشكله. بس لو انا محرج منك بسيف الحياه، لا ده فشل او ده عكس. فالموضوع مش في ان انت تقول لا في المطلق او ان انت ما تعرفش تقول لا، لا هو ان انت تكون مقتنع باللي بتعمله. ياما 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 بنداري عن فشلنا ان ده عشان اخلاق او ده عشان ادب او عشان احترام الكبير. ياما ناس بتستغلنا وياما ناس بتتعمد ان هي تقهرنا، واحنا عشان نضحك على نفسنا ونمرر الواقع الأليم اللي احنا تسببنا فيه نقنع نفسنا اصل احنا ناس متربية، اصل احنا ناس كويسة. يعني اكيد في مدار حياتك شفت نموذج الشخص اللي بص، في حاجة اسمها آليات الدفاع النفسي، اكيد سمعت عنها، بتاعت انا فرويد، ميكانيزمات الدفاع النفسي. آليات الدفاع النفسي، في حاجات ناضجة وغير ناضجة. حاجة من الحاجات اللي غير ناضجة اسمها الإنكار، منها بقى اللي انت بتقوله بقى، الانسان يشوه الحقيقة او ينكر الحقيقة عشان يمرر الموضوع ده. زي المدير الفاشل اللي بيستخدم الاساليب القهرية في التعامل مع الموظفين بتاعته، فالموظف اللي خايف على اكل عيشه او يعني خايف يسيب الشغلانة، وده ممكن يكون مبرر، نتفق او نختلف، يقول لك لا اصل هو بيعمل كده عشان عاوزني ابقى احسن، اصل هو بيعمل كده عشان انا فعلا غلطان، اصل هو بيعمل كده علشان يطور من انتاج الشركه. لا، في حدود. فانت ما تقوليش ان في ناس مش عارفه تقول لا علشان هي ناس مؤدبه. لا، هي لو ناس مؤدبه الموضوع عندها مش هيكون مشكله لا. فاهم قصدي؟ يعني في فرق بين ان انا اكون مؤدب وان انا اكون شخص عاجز ان انا اعترض او ارفض الحاجه اللي بدايه. انت الكتاب اقسام، اعتقد الجزء بتاع الانسان المهزأ ده انت وصفت فيه كتير قوي. انت قابلت حد كده اصلا؟ يعني اللي خلاك تعمل الكتاب ان انت قابلت حد من الناس دي؟ اقول لك انا اتعاملت معاهم كتير ولا انا انت كنت كده اصلا؟ أيوة. انت كنت كده؟ احكي لك موقف غريب جدا. انا دكتور جراح، وكنت شغال في عياده، والمكان اللي انا كنت شغال فيه ده العياده بعد اول شهر عدى. صوت بيقطع، صوت بيقطع. احكي لك موقف غريب جدا. سامعني كده؟ انا دكتور صوت بيقطع كده كده ظبط. كنت شغال في عياده. طيب بقول لك، انا دكتور شغال في عياده، وبعد اول شهر جيت يعني اخد مستحقاتي الماليه كده، عشان يمكن كان الناس بيقولوا ناس، يمكن المشكله كانت عندي.
طيب من مستحقات المالية، فرحت بيقرأ للمدير، رحت الحسابات فقالوا لي لسه ما نزلتش. فرحت للمدير قلت له يا باشا احنا متفقين الشهر ينزل بشهر. فقال لي معلش يا دكتور، اصل في مشكلة عندنا ومش عارف شركات التأمين ما جوش ومش عارف ايه. المهم عديت ترمخت. تاني شهر فلوس اول شهرين ما نزلوش. ليه يا اسلام؟ معلش يا دكتور، واحنا بنجمعهم لك ومش هنروح من بعض فين؟ تالت شهر حسيت ان انا شغال، يعني هو ايه، هو انا فين ولا بعمل ايه؟ وما طالبتش بحقي بقى، لو انا قرفت وسبت المكان وخلاص ومسامح كريم والجمله اللي انت بتقولها بقى، لو هو المؤدب بس هو اشتري دماغي وراح نفسي ومش عاوز اقاتل على حقي وكبر مخك يا عم وخلاص وفكك. لا، انا زعلت من نفسي، وعاوز اقول لك ان زعلت من نفسي لدرجه ان انا لو كنت رحت وكنت حاد وكنت فيرم وانا مش هسيب حقي وهوصل للاقصى حاجه ممكن اعملها ليجل عشان اجيب حقي، ما كنت زعلت من نفسي. المشكله ان اكيد كلنا مرينا بالموضوع، شعور انك تزعل من نفسك ده شعور صعب جدا جدا، هو بدايه الطريق. يعني هو طبعا الكارثه ان انت ما تزعلش من نفسك اصلا او ما تجدش مشكله في اي حاجه، ودي شخصيات مش هتتطور. وعشان كده دايما لما بقعد اقول يا جماعه ما تهربوش من الالم او ما تزعلوش من الالم، ده الالم معناه ان في حاجه يعني هتنضج جواك، او في حاجه هتتغير فيك. الناس ما بتفهمش اللي انا بقوله، بس لا انا ساعتها زعلت من نفسي جدا. ومواقف كتير بقى، مواقف كتير يعني قبلتها وما عرفتش اعترض وما عرفتش احط للناس حدود. فهو ده اللي انا اتكلمت فيه، او ده اللي كان التارجت بتاعي في الكتاب يعني. ومواقف كتير بقى، مواقف كتير يعني طيب انت بس قلت لي ان في كنت كاتب حاجه انت، ان هو مفيش مبرر او مفيش فرق ان انت تكون شخص محترم او شخص مؤدب وان الناس تدوس عليك. انا بس محتاج ان انت تكلمني شويه على مش على الشخص ده بيكون عامل ازاي. يعني انت ما دام انت قابلته او انت كنت كده، يبقى شخص عامل ازاي؟ وحابب افكر الناس برضو، انا هحط فوق اللينك كده، هحط لينك تاني، اللينك اللي فوق ده لينك اليوتيوب، الناس اللي حابين هم يشاروا اللينك لاصحابهم اللي بره او اللي ما عندهمش كلاب هاوس ممكن يحطوه يشوفوا عليه البث المباشر. بعد شويه نفتح الاسئله والمشاركات. اللينك اللي فوق ده هو لينك البث المباشر بتاع الحوار، ممكن لو حد حابب ان هو يعني ياخده او حاجه. قول لي بقى انت بيبقى شكله عامل ازاي، يعني شخصيته عامله ازاي، او انت كنت عامل ازاي. يبقى انا اسف انت كنت عامل لا ازاي؟ لا لا، انا هقول لك. انا خريج طب عين شمس، ودي حاجه انا افتخر بيها. وكان في استاذ في اخر سنه جابنا كده، دخل الراوند وكان بيكلمنا والناس مش مركزه، فجاه راح قال لي ادبه علينا، فكل الناس ركزت وانتبهت وكده. فقال معلومة أو مش معلومة، قال كوت شوهتني الكوت دي في ساعتها. بس أنا هقول لك أنا بتكلم في إيه، وهربطها لك بالسؤال بتاعك اللي هو الاحترام باللي مش عارف يقول لأ. قال يا جماعة أنتوا احترمتوني دلوقتي عشان أنا قليت أدب عليكم، فأنا عاوز أعلمكم قاعدة ليكم: بي رود تو بي ريسبكتد، خليك قليل الأدب عشان الناس تحترمك. أنا القاعدة دي خدتها. تاني كده قال لك إيه؟ بي أوكي رود، بي رود تو بي ريسبكتد، خليك قليل الأدب عشان الناس تحترمك. فانا عاوز اعلمكم قاعده ليك معلومه. اوكي مش اوكي قوي بس تمام كمل. لا لا لا، انا بقول لك الجمله دي شوهتني. لا لا لا، هي الجمله دي شوهتني. انت مش فاهم، الجمله دي شوهتني. يعني الجمله دي خلتني متخيل ان انا لازم ابقى لي ادب عشان الناس تحترمني. اوكي، تدور الايام وانا عشان اترقى من نايب لمدرس مساعد بناخد حاجه اسمها دورات تدريبيه. فدوره منهم يعني زي سوشيال سكيلز كده، ويدور حوار ان ازاي الشخص يكون فيرم، وازاي الشخص يعرف يتعامل مع المريض ومع زمايله بطريقه مهنيه. ويدور الحوار، كان ساعتها بتديها لنا دكتوره سايكايتري يعني دكتوره طب نفس، وبتقول يا جماعه احب اسمع خبر خبرتكم يعني في التعامل مع الناس. فانا اقف زي الروش كده واقول لها: دكتوره انا في قاعده في حياتي، بي رود تو بي ريسبكت. ويدور الحوار، كان ساعتها هي بصت لي بكل احترام قالت لي: انا احب اصلحها لك، بي فيرم تو بي ريسبكت. احنا دايما عندنا مشكله ان احنا ما بنعرفش نفرق بين ان انا اطالب بحقي بشكل صارم حازم واضح، وان انا ابقى شخص عدواني عنيف قليل الادب. فعشان
الناس الكلام عن بتخاف المشكلة صورة قليل الأدب العنيف فرق بين ان انا اعترف الرود، بالمشكلة وبدي صريح فبتعمل لازم واضح حاجة زي من ان انا باسيف، شخص عدواني عنيف مع إن كده الموضوع بدون في احترام. النص. فهمت اللي فانا عاوز أقوله لك ولا؟ ده عشان إجابة سؤالك، فكرة الاحترام أو فكرة إن شخص صورة محترم ومش عارف قليل يطلب الادب حقه. العنيف فبص، الرود في شخص فرق قليل بين أدب ان انا عدواني لسانه مش كويس، حاجة زي وفي شخص باسيف سلبي خانع مش بدون بيعرف يقول لأ، وفي شخص بقى في النص فهمت اللي هو اللي عاوز الشخص اقوله لك. الفيرم، فهي الشخص جت الواضح، سألتني الشخص فكرة المؤدب الاحترام او فكرة اللي بيعرف الرود يسيطر على فعلا. رغباته، بيعرف يسيطر على انفعالاته، وهو ده بص التارجت. في شخص الادب عدواني لسانه ان مش انت كويس تبقى شخص وفي مش شخص عارف تقول لأ سلبي او شخص خانع، هو خانع الوجه وبيقول لا، الآخر. وفي شخص بقى في النص ده برضو العلم، باي شخص ذا واي، ما بيعرفش الفيرم يوصل شخص لحقه الواضح وبيضيع شخص حقه المؤدب بنرفزته، بيضيع اللي بيعرف حقه يسيطر على ان هو قليل الأدب، رغباته بيعرف وبرضه ما يسيطر على بيعرفش يقول لأ، انفعالاته. هو بس ده ما يعرفش التارجت يقول لأ بالدبدبة في الأرض والصوت العالي فهمت. وعدم شخص احترامه سلبي للآخر. مش عارف يقول لا، فهمت شخص قصدي؟ خانع هو الوجه الاخر فهمت قصدك، عشان بس هو الفكرة تلاقي كلها في الفيرم رسم الحدود. شخص يعني يوصل مثلا لو لحقه أنا وبيضيع شخص حقه بنرفزته وبيضيع بتعامل على حقه إن أنا وقليل محترم، الادب خلي بالك ممكن أصلية يوصل الموضوع، لحقه غير إن أنت بس محتاج إنك بتشوف تفهم ميكانيزمات الفيرم الدفاع اللي شخص في عندك. أنت الارض محتاج والصوت تفهم العالي وعدم إمتى احترامه تقف، لأن للاخر. أنت فهمت ما قصدي؟ تبقاش مثلا مكمل للآخر فهتضرب فهمت وتتضرب، قصدك، بس وعادي الفكرة جدا ما كلها أنت في ممكن رسم تبقى أنت الحدود. عنيف أكتر من يعني لو اللازم، أنا شخص فتاخد هتاخد ما تاخدش بتعامل حقك، على إن تاخد أنا حقك محترم. وزيادة، خلي بالك أنا تاخد ظلمت الموضوع حقك غير إن أنا شخص سلبي وتفتري، بمعنى الدفاع اللي وإن عندك. أنت عارف أنا إنك فاهم ترسم قصدك، حدود للي قدامك، فهمت قصدك، لأن أنت فبتوقف الدنيا ما هنا. تبقاش مثلا مكمل عموما للآخر فهتضرب وتضيع هي حقه ملهاش وقليل ماسك، يعني الأدب. يعني الشخص اللي فهمت اتعود ان هو قصدك، يقول فهمت على طول، قصدك، انا فهمت قصدك. قابلت كذا حد في حياتي ما بيعرفش يقول لا خالص، وبسبب ان هو ما بيعرفش يقول لا ده بيروح مشاوير هو مش عايز يروحها، ويتعرف على ناس ما فانت كانش كده عايزهم، وصلت لدرجة بيتبهدل في حياته اخر بهدله. يعني انا شفت النموذج اللي انت بتتكلم عليه، شفته كتير، بس هو الفكره بقى انت ازاي ممكن تربط ده؟ يعني شخص ازاي ممكن اتعود ان هو تظبطها؟ يقول يعني تظبطها على طول ازاي؟ انا ملهاش قابلت ظابطه. قابلت كذا حد. لا ازاي ليها ظابطها؟ ظبط، خالص. انا هقول لك بقى. طب وبسبب ان هو ما بيعرفش يقول لا ده بيروح مشاوير هو مش اول عايزه ظابطه فهمت ان قصدك، الانسان فهمت يحس ان في قصدك. مشكله، وبالتالي يعني انا ده شفت اول حاجه الفكره ان هو يزعل يعني انا شفت ويتالم الفكره بالكامل ويحس ان فهمت هو قصدك. زعلان على فهو حاله الفكره بقى انت ازاي خلاص، ممكن تربط ده، بس ازاي ممكن تظبطها؟ يعني دي الموضوع ده البدايه. ملهاش ظابطه. ما يتسحلش وبالتالي انا بقى، شفت الفكره خلاص انا بالكامل زعلت على حالي وادركت ان في مشكله، اول احس بقى فكره بامتي ان بقى. الانسان يحس ان في مشكله يعني انا اول حاجه ان هو لو انا يزعل انسان ويتالم مستوعب قيمتي ان الحقيقيه، هو ان انا زعلان على شخص حالته غالي في خلاص عيون نفسي، بس ان انا شخص دي البدايه. وقتي غالي، ما مزاجي يتقلبش بقى غالي، كرامتي خلاص انا غاليه، زعلت مش على حالته هبددها في في الرخيص. مشكله يعني اول انا لو حاجه حسيت قيمتي بقى. حقيقي يعني ان انا لو انا وقتي من انسان ذهب، مستوعب قيمتي الحقيقيه ان انا شخص مش هرميه غالي في الارض، عيون نفسي انا هفايت ان انا ان شخص هو وقتي يبقى في غالي مكانه الصح، لو مزاجي حسيت غالي ان كرامتي كرامتي غاليه هعلي ومزاجي انا غاليين قوي عندي، مش هروح هعلي انا ارميهم مع ناس مش بتقدرهم. حقيقي. يعني انا الانسان فاول خطوه وقتي ان انا ازعل على حالي ذهب واتالم، فيجي التغيير بقى، مش هرميه استيعاب الارض القيمه. انا هفايت في ناس ان هو يبقى غالي واغلبنا صح مزاجي لو حسيت ان بتربى، مش هقول كرامتي اب وام بس لا، وفي ومزاجي غاليين مجتمعات قوي عندي مش هروح ما ارميهم مع ادتهمش ناس مش بتقدرهم الاحساس الحقيقي اول خطوه بقيمتهم. ان انا ازعل على يعني حالي دايما كان في واتالم اللي هو واتضايق شوف ابن واتعصب اختك، ابن خالك احسن منك في في ايه، ناس ده ابن عمتك طلع الاول، بتربينا دايما المقارنات بطريقه مش دايما. هقول اب وام انا لن بس لا انسى ان انا ازعل على حالي واحد زميلي كان ما بيحكي لي تبقاش ان هو تروماتايزد، ان الاحساس لما الحقيقي كان ان دايما كان في يعني اللي هو شوف يجيب درجه وحشه ابن خالك اهله منك كانوا ايه ده ابن عمتك طلع بيكرهوه، الاول يعني دايما يقولوا له ما تاكلش المقارنات معانا، ما ان انا تخرجش معانا، واحد زميلي ما كان بيحكي يعاملهوش لي ان كانه هو ابنهم. تروماتايزد فده ان لما خلاه كان دايما حاسس ان هو قيمته يعني مستمده من درجه وحشه الانجازات اللي بيعملها، اهله كانوا فطول ما هو ما بيعملش انجازات طول ما بيكرهوه هو كان غير بيقولوا مستحق ما تاكلش للحب. معانا فكائن ما زي ده تيجي تخرجش تقول له معانا بعد كده ان انت ما شخص يعاملهوش غالي في كانه عيون نفسك، لا ابنه. هو فده تروماتايزد في الحته دي، خلاه هو دايما محتاج حد حاسس تاني ان يعيد هو ثقته في قيمته نفسه مستمده من ويحسسه بكده. طب الانجازات لو اللي الحد ده بيعملها. مش موجود، فطول يعني ما هو ما لو انت عملش في كده مجتمع هو كان غير ما لقيتش مستحق الانسان للحب. اللي يحبك فهينزل لجوهرك ده اكيد كله بعد ويديك كده الثقه دي، خلاص ان انت انا لازم شخص احب نفسي. غالي في عيون نفسك لا ده وفكره حب نفسك دي مش جو بقى التنميه البشريه وحب ده نفسك فقد وبص نفسه في وعافر صفر وبص في ده النور ما حتى النفق مش موجود والكلام ده. لا، ان حب انت نفسك شخص بجد، كده في مجتمع يعني حب الناس نفسك عشان بتقول ايه انت في حاجات الناس حلوه، بتقول ايه ولو انت مش حاسس ان في حاجات ماشي حلوه اعمل حاجات بالظبط حلوه. انا لازم احب يعني نفسي بلاش نبقى وحب بروتات نفسك دي اللي هو مقياس بقى انا مش عارف احب للشخصيه نفسي. وحب لا يا نفسك عم، انت فيك وقيمه حاجات كويسه، انت انسان وعافر كويس، انسان وبص طيب، انسان للنفق شغل وبص حالك، انسان للحب عامل وقيمه جو نفسك عشان انت كويس شخص حلو وصدق وقيمتك يعني عامل حاجات حقيقيه كتير. اعمل حاجات يعني كتير بلاش فكره يعني ان احنا بلاش اتشوهنا فمش قادرين نحب اه نفسنا. اللي هو انا مش عارف احب نفسي لا يا عم ففكره انت ان انسان الانسان كويس انت يستوعب انسان كويس قيمته انسان طيب انسان ويصدق ان شغل هو كائن حالك انسان يستحق عامل جو الافضل، كويس وصدق ساعتها وقيمه هيدرك ان حقيقيه هو لازم بلاش يرفض. فكره يعني انا لو انا خلينا مصدق نعيش ان بقيمه انا نفسك بيتي متكلف مش هسيب اي حد يخش الانسان يستوعب قيمته بجزمته يوسخه. ويصدق ان اما هو لو انا كائن مش فارق كويس معايا بيتي، او انا شخص اصلا بيتي ده مش افضل تعبان فيه، عادي يا عم اللي عاوز يخش ان يخش، ما هو هي زريبه. لازم يرفض. فاهم قصدي؟ يعني انا يعني احد يقول لك مصدق انتوا ان ليه الشخص ده الكائن بيحط كويس حدود والشخص وطبيعي التاني هيخش سايبها سداح مداح؟
عشان الشخص اللي بيحط حدود هو مصدق، هو مصدق ان لا مش اي حد يخش لي، مش اي حد يقرب مني، انا ما عنديش الجوع اللي هو مستني اي حد يديني لايك او يقول لي برافو عليك او يقول لي كلمه حلوه فماشي بقى شمشم في الزباله. لا انا شخص مش اي حد هدخله. اما شخص بقى مش مصدق كده خلاص بقى اي حد في اي حته صباح الفل بقى ويخش يعمل اللي هو عاوزه. بس يديني لايك او يقول لي برافو عليك او يقول لي كلمه حلوه فماشي بقى شمشم. طب انا هقول لك على حاجه، ساعات كتير كده الناس بتبقى عندها مثلا عارف تخوف من ان هو يكون مش لطيف. يعني انت مثلا مش ممكن تكون مع مديرك مش لطيف، انت ممكن تقول له قانون العمل بيقول، تقول له حاجات معينه بتقول، يعني الكلام بتقوله ده ينفع مع اصحابك. هو طبعا الشخص اللي انت او اللي انت قلت ان انت كنته، انا اسف تاني، بس الشخص اللي هو المهزأ او الشخص اللي بتقول انه مهزأ ده، هو شخص ما بيعرفش يحط حدود. حسب توصيفك انت شايف ان هو شخص مش عارف يقول لا، مش عارف يحط حد ان دي مساحتي الخاصه وان دي ده وقتي فدي مساحتي. بس الشخص ده لما يتعرض لعدوان، لما يتعرض لمدير متسلط مثلا، ما هو التعامل معاه لو بالطريقه دي انت هتروح في 60 داهيه. هو شخص ما بيعرفش يحط حدود، هروح 60 داهيه انا اسيب الشغل يعني، ما اسيب الشغل، مش عارف يحط حد ان دي مساحتي. هو خلي بالك من حاجه برضه، هو احنا عاوزين ايه؟ يعني انا دلوقتي يعني الانسان عاوز ايه؟ بص انا هقول جمله كده هي في الانجيل بس هي مشهوره جدا، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هي الجمله دي في كتاب مسيحي، بس انا شايف الجمله دي جمله فلسفيه. هو احنا عاوزين ايه؟ يعني انا لو ما كسبتش نفسي انا عاوز ايه؟ يعني انا لو معايا مركز مرموق ومعايا فلوس الدنيا ومعايا صيت وسلطه وبس مش كسبان نفسي، طب انا عاوز ايه؟ يعني انا لو رحت شغله في رئيس مرسيدس، رئيس ابل، رئيس جوجل، بس تعبان كل يوم، بروح الليل تعبان كل يوم، مش قادر احس كرامتي متهانه، بعمل حاجه غصب عني، عشان ايه؟ عشان ايه؟ انت عشان الماده يا عم، تغور المادة عشان ايه؟ هتقول لي عشان التزام وولادك، هيجي غيرها، ولو ما جاش غيرها يعني فرحتي باكل عيالي بس انا ميت. فاهم انا بتكلم في ايه؟ يعني انا فاهم قوي. انت عاوز ايه؟ يعني انت اهتمامك ايه؟ انت عاوز ايه من الدنيا؟ انا لو بقول لك انا في يوم من الايام كنت شخص مهزأ، ضحيت بحاجات كتير عشان نفسي برضه، دي بقى من مكتسبات ان انا لما صدقت ان انا شخص مهزأ. كلمني عن نفسك بقى، لما كنت كلمني عن نفسك لما كنت شخص متسامح او متصالح، يعني كلمني عن نفسك وانت ايامها كانت حياتك عامله ازاي؟ يعني ايه متسامح او متصالح؟ مش فاهم، فهمني. انا مش عايز اقول مهزأ بصراحه، بحاول الف احاول كلمه مهزأ. لا لا لا، لما كنت شخص مهزأ لا عادي، كنت اللي هو زي بقول لك عليه سداح مداح، ما كنتش مستوعب قيمتي، دخلت في علاقات عاطفيه غلط كتير، دخلت في علاقات اجتماعيه غلط كتير، ضيعت وقتي مع ناس ما تستحقش ومع انشطه ما تستحقش وحاجات ما تستحقش، ندمت وغلطت وزعلت بس نضقت وحنضج، ولسه عندي غلطات برضو. ما هي الدنيا كده، هي الدنيا تغلط تتألم تتعلم تتطور، تغلط تاني تتألم تتطور، فاهم؟ هي الدنيا كده. غلط، دخلت في مع ناس، يعني انا لن انسى كنت في علاقه عاطفيه مع حد يعني، ويعني لما انتهت العلاقه كنت زعلان جدا ومنهار وبكيت ولا وليه يا رب بتعمل فيا كده. ودلوقتي لما بص، هو ايه القرار اللي انا كنت فيه ده؟ انا اسف يعني، ايه ده؟ انا كنت بعمل ايه في نفسي؟ انا كنت مع كائن مستغل، انا كنت مع كائن بيقل مني، كائن دايما حسسني ان انا مش كفايه، انا ايه ده؟ فاهم قصدي؟ لا لا، غلطت وقعت في قرف كتير، بس يعني هي دي سنه الحياه. انا كنت مع كائن مستغل، عديت. طيب انت في الكتاب بتحط مجموعه نصايح كده وشويه كلمات للقصه، يعني حطيت زي روشته كده سريعه، صح؟ اللي هو ازاي الشخص يقدر يوصل ان هو ما يبقاش، او ان هو لو اكتشف ان هو حد مهزأ ان هو يتوقف عن كونه مهزأ، يتوقف عن كونه شخص بيستسلم بيقول انا مثلا، يعني انا زي اي حد في عندي شويه حاجات كده لما بتتقال قدامي، خصوصا اللي مثلا حد يعيط قدامي، ان حد يقول لك ان هو محتاج، عارف انت في حاجات كده بتبقى انت ضعيف قدامه، اتعلمت بالهارد واي ان انا لا لازم
تعيط، تتشقلب، تتشقلب، تتنطط، انا مثلا في يعني خط انا مش هينفع نعديه. يعني ان انت برضو طبعا نفسك عليها حق. قدام حلو، لو انت مثلا دلوقتي شخص جاي لك حد، بيعيط قدام الشخص ده حد يقول بيقول ان هو مؤدب في حاجات مش كده مهزأ، بتبقى انت محتاج يدرك الاول ان هو شخص مهزأ، عارف يعني محتاج ان هو مهزأ يفهم ان هو وكده، ايه لما اللي بيقل، يعني يعني ايه اللي هو فيه ده، تتشقلب وبيقول لك تتنطط. انا محتاج اقف عندك. اوكي، محتاج ان هو يدرب نفسه يعني ان انت من مثلا غير ما بتحصل ينتقل عليك حاجه لمرحله ان هو يفايت، لو انت محتاج ان هو مثلا الاول بتحصل حتى عليك يعرف حاجه حدوده. للشخص ده، فقول لي حد رشته يقول ان سريعه هو كده. مؤدب في حاجات مش مهزأ، محتاج يدرك الاول ان هو شخص مهزأ، يعني محتاج ان هو بص، يفهم ان اصل دي هو ايه اللي يعني بيقل، صعب يعني ايه تبقى في اللي هو كلمات فيه ده. صراحة، يعني يعني بيقول لك انا يعني لو محتاج انا عاوز اجاوبك اجابة محتاج ان شافية هو يدرب يعني نفسه من غير صعب ما اجاوب في ينتقل كلمات، بس لمرحلة ان يعني هو يفايت، محتاج ان هو الاول مش حتى عارف يعرف اقول لك حدوده. ايه. اصل فقول لي رشته سريعة حدودي كده، انا يعني الاول انا ترسم ابسط حاجة، حدودك. خلينا اساعدك. ابسط الاول حاجة حاجة انك بالنسبة ترسم لي حدودك، صراحة، انك تعرف يعني لو يعني عاوز اجاوبك ايه اجابة اللي شافية بيهينك او ايه اللي بيضايقك، فتبدا تفهم ان ده شيء انت محتاج يعني تتعامل معاه، وده اكيد هو ادركه لان هو بدا يفهم ان هو مهزأ. صح، دي اول حاجه، حدودي دي انا. اول خطوه. حدودك الاول اللي هو ترسم حدودك. خلينا اساعدك. الاول حاجه انك خلينا ترسم نقول ان احنا حدودك، بنحط الناس، تعرف يعني يعني انا مثلا ايه اللي بيهينك او ايه اللي بيضايقك، فتبدا اهلي تفهم ان ده في شيء مرتبة تتعامل معاه، غير وده اكيد هو اصحابي ادركه لان هو غير بدا يفهم ان هو زمايلي غير مهزأ. الناس، صح، فاهم دي قصدي؟ اول حاجه. فانت الحدود برضو الثانيه في دواير، اللي هو والدواير دي خلينا نقول كل ان احنا ما نحط الناس في التفاصيل مرتبة، زادت يعني فيها مثلا كل ما بقت اقوى اهلي ومور مثلا ماتيور. زمايلي غير اصحابي بمعنى ايه؟ غير بمعنى الناس ان غير الناس، فاهم قصدي؟ انت فانت مثلا برضو ما ينفعش حد في دواير يسحلك اللي هو والدواير دي بأي كل حاجة بقى، ما ويسرق من تتدرج وقتك، فيها كل ما يسرق من بقت مشاعرك، اقوى هو ومور بيمثلك ماتيور، ايه؟ فاهم قصدي؟ بمعنى ايه؟ التعبير ده فدي ممتاز جدا، اول. يسرق من وقتك. انت مثلا طبعا هو الناس ما طبعا بتتعاملش مع الوقت ان هو فلوس، يسحلك، الناس بتتعامل مع الوقت ان هو وقت، ما دي ان بقى هو حاجة المشكلة كده. بقى، ما هي دي ويسرق المشكلة، من وقتك، هو ده مربط يسرق من الفرس، حركة، ان يسرق من الانسان مش وقتك. بيتعامل ان يسرق كل من حاجة وقتك، فاهم قصدي؟ فيه، التعبير ده ممتاز جدا، مش هقول يسرق لك من فلوس يعني، وقتك. انا شايف ان ارخص حاجة الفلوس طبعا اصلا، هو يعني مش ارخص المادة حاجة، دي مش ارخص ارخص حاجة، حاجة، بس ان انت ما ان لقيتش الانسان وقت بيتعامل ان في حاجات اقوى حاجة في صحتك، حياتك. مزاجك، يعني طق طق فهو ده طق مربط طق، الفرس، انت ان بتحرق الانسان طاقتي مش على ايه؟ بيتعامل يعني انت بتديني بكل ايه في المقابل؟ يعني انا حاجة مثلا هقعد بمرحلة هخرج معينة، خروجة، انا شايف ان ارخص انت حاجة بتديني ان ايه في هو المقابل؟ المادة دي يعني انت ارخص بتديني حاجة، شوية اللذة، ان خلاص انت يا عم سيدي، تتعامل هتديني شوية المعرفة، بنعلى شوية، هتديني شوية صدق، يعني طق انت طق بتديني ايه؟ طق، يعني انت انت بتديني ايه في بتحرق المقابل؟ طاقتي على ايه؟ يعني انت يعني بتديني ايه في عشان المقابل؟ يعني انا مثلا اسمح لك هقعد ان انت هخرج تتجاوب خروجة، معايا، انت بتديني ايه في فاهم المقابل؟ قصدي؟ هي دي هتديني البداية، شوية ان اللذة، الانسان خلاص يا عم يحس، سيدي، هتديني شوية المعرفة، انت قلت هتديني فلوس، شوية لا، ان هو يحس صدق، ان في حاجة هتديني بتتسرق، في حاجة انت بتتاخد بتديني منه، فهو لازم ايه في يكون في بقى المقابل؟ في المقابل. بس يعني ما دام مفيش ايه مقابل، طب انا بعمل كده ليه؟ يعني اسمح لك ان انت تتجاوب معايا، انت بتديني ايه في انا مثلا المقابل؟ دلوقتي هي انا دي بكلمك، البداية، ان الانسان وفي ناس بتسمعنا، فلوس، لا، مش ان ده هو وقت؟ يحس ان دي حاجة غالية؟ بيتسرق، سيبك يا عم من بيتاخد فكرة منه، فهو ربنا لازم هيحاسبنا يكون عليها في بقى في ودي المقابل. نعمة بس ما دام سيبك من مفيش الكلام مقابل، ده، انا بعمل كده ليه؟ دي يعني حاجة مش بتاعتي. يعني انا دلوقتي انا بضيع معاك دلوقتي انا وقت ليه؟ بكلمك، والناس بتضيع وفي وقتها بتسمع، ناس وانت بتكلم، مرهق نفسك وعمالك ليه؟ ما اكيد في سيبك يا عم تارجت. من فكرة ربنا التارجت ده هيحاسبنا بقى عليها الانسان لو مش والكلام ده، واعي سيبك من الكلام ده، وعايش، سوري انا اسف، زي البهيم انا كده اللي هو يعني انت مطرح ما الدنيا تجيبه ومطرح ما الدنيا يعني مفيش انت بقى، لو انت مفيش بتكون مرهق القيمة، نفسك هو مش حاسس وعمالك ان تفكر هو فيه، بيعمل حاجة ذات في قيمة. تارجت، التارجت ده بقى الانسان لو حلو. مش واعي تاني انا وعايش بس سوري انا يعني اسف، خلينا اقول لك زي شويه مواقف البهيم كده، كده بعد اللي كده هو نبدا ناخد الناس، لان اعتقد مطرح ناس كتيره ممكن ما الدنيا تشارك، تجيب في ومطرح صديقنا مفيش بقى، من مفيش اصدقاء مفيش محتاج ان هو مفيش يفهم. مفيش خلينا بس مفيش اعرف تاني، مفيش لان خلاص، يمكن حاسس الجمهور اللي هنا على كلوب ان هاوس هو بيعمل غير حاجه الناس غلط، اصدقائك او الناس اللي بيقراوا لك ما يعرفوش. سيكولوجية الانسان بس المهزأ هو كتاب للدكتور تاني كرولس، انا بس يعني هو ليه هقول مجموعه لك كتب شويه مواقف كده بعد كده لطيفه نبدا جدا، ناخد الناس، وبعد في فلو الاخر انت خالص شايف هنتكلم حتى على بقيه الكتب، وانت بتنقي كتب برضه كرولس يعني عظيمه جدا، اسمائها عظيمه قول لي جدا بس اعرف جدا تاني يعني. عشان الجمهور اللي هنا على كلوب هاوس غير الناس اصدقائك او الناس اللي بيقراوا لك ما يعرفوش. فهو كتاب، سيكولوجية هو الانسان المهزأ هو كتاب للدكتور مش حاجه، لان في ناس كرولس، كانت فاكره ان هو مش كتاب اصلا. في حد بعت لي قال لي هو في كتاب وبعد اسمه في كده، الاخر خالص هنتكلم حتى عن قلت له كلوب هاوس قال لي برضه الانسان كتاب المهزأ، اسمائها قلت له والله عظيمه العظيم يعني اسمه كده، هو الراجل كتاب كتبه كده اسمائها يعني، عظيمه هنعمل ايه؟ طيب جدا. هو بقيه الكتب كمان يعني، مثلا فهو التجربه كتاب الروح امه، التجربه الفكريه الروح امه، يرحمه ولا مختارس. حاجه، لان في ناس كانت فاكره ان هو مش كتاب انت اصلا. عندك فكتاب تقريبا، بعت لي قال وفي لي هو كتاب مهزأ، التجربه الفكريه والتجربه المحظوره، مظبوط؟ في كتاب مكتبين. جريبة الفكرية رحمه، يعني هنعمل وبيضا مان، ولا مكترس، ورفيق هو سيكو بقيه الكتب سيكو، كمان يعني، والتجربة مثلا التجربه المحظورة والمهزأ، التجربه وآخر الروح كتاب محظوره، خازوق الألوهية، الفكريه الروح علم دراسة خازوق الألوهية، الخوازيق. مكترس، حلو قوي ده، حلو بعد قوي، كده حلو. ده على فكره ده كتاب التجربة مهم يعني، علم دراسه ده الخوازيق ده مهم جدا. والله انا محضر عاوز اقول الدكتوراه، لك، انا عاوز اقول انا لك محضر الدكتوراه. ده علم عظيم الخازوقولوجي ده، ولازم يعني الناس بس تبتدي علم تهتم عظيم، بيه زي علم البيولوجي عظيم، وزي الكيمستري وزي حلو قوي، الماس حلو وزي قوي. الكلام ده كله. على فكره الخازوقولوجي ده علم عظيم، علم الخوازيق ده مهم وده طبعا، مش محتاج تتقسم منافسة، كمان، تقسمه ده انا محضر. يعني يعني ما انت هو متقسم. علم الكتاب عظيم، سريعا كده، معلش البيولوجي بعيد عنك، الكتاب يعني اول حاجة علم صناعة عظيم، الخازوق، تهتم بيه ازاي زي الخازوق البيولوجي بيتعمل، وزي الكيمستري وزي الماس والتفاني من وزي الخازوق الكلام ده والتعافي كله، من الخازوق، دول الكتاب الثلاث علم عظيم. الثري مين طبعا شابتر محتاج يعني بتوع تتقسم الكتاب.
تقسمه. لا، يعني هو وموضوع يعني فظيع فعلا بقى، بقى وخصوصا ان فعلا احنا بقى في عايش عالم، حياته وانواع الخوازيق كلها طبعا، الخازوق بالظبط الطاير بالظبط والخازوق الذاتي والخازوق ابو لمبه كله كذا حاجه. وازاي كمان انا المفروض انك تكتب بقى كده ازاي ان انت بعد كده مش تتلافى الخوازيق، بس ازاي انك تعرف توجهها تاني، لان هو انت محتاج انك لما لا، تاخد الخازوق موضوع ما تستلموش فظيع يعني، بقى، فاهم خصوصا ان احنا كده. في عالم وانواع وبعدين الخوازيق يعني الخوازيق موجوده بتفرق والخازوق كمان الذاتي اعتقد والخازوق حسب النوعيات، يعني كذا حسب حاجه. الجنسيات وحسب اذا كان هو راجل ولا وازاي ست، كمان انا بيفرق المفروض اكيد انك اكيد فيها فرق. تكتب ازاي ان انت طيب بعد كده مش تتلافى الخوازيق، بس خلينا ازاي نتكلم تعرف الاول على توجهها تاني لان هو الموقف. انا فعلا بقول لك لو في شخص بيفرق مثلا، الشخص كتير ده في بيتهيأ محتاج حياته ان هو ادرك ان وقته كده. ليه قيمه، بعد كده يبدا هو يتعامل حسب الخوازيق الياته، بتفرق يعني يبدا كمان يطور اعتقد ميكانيزمات لنقطه دفاعه معينه ويبدا حسب يسمح لها ان هي الجنسيه تتحرك حسب اذا كان هو على جنسيه ايه فرق. على طيب سكيل اوسع. طيب ازاي خلينا نتكلم برضو اخدك على سريعا كده الموقف عشان خاطر بتاعه هو نسمح للناس، كده انا هسمح للناس انها تطلع، اللي حابب ازاي يرفع ايده محتاج ممكن ان هو يطلع ادرك ان من وقته ليه دلوقتي، قيمه، يعني بعد كده ابعت يبدا لاول صديق يتعامل ما حسب مصطفى يطلع. الياته يعني يبدا يطور كمان ميكانيزمات الاء دفاعه دكتور الاء يبدا طلعت. يتحرك بعد كده وهي المداخلات هتبقى قصيره عشان خاطر بعد نلحق، لان كده احنا معانا حوالي ساعه او ساعه وشويه. خلينا برضو اخدك سريعا كده لو ازاي في حد نسمح زي ما لنا قلت نسمح لك لها ان هي بيتهان تطلع او لبره شخص عنده الخوازيق مشاكل يعني كتيره، تطلع بدا يدرك ان هو في حياته تطلع في لبره مشكله الخوازيق فيبدا وتبدا يطورها. تتعامل طيب يعني مش يمكن بالظبط تطويره بالظبط لده، محتاج ان هو يفهم اصلا ان هو ما يبقاش عنيد، يعني محتاج ان هو يدرب بالظبط نفسه الاول، يتعامل يعني شخصيا مثلا يقف قدام المرايه يقول مثلا انا مش قصير اوزع انا طويل وهبل، يعني لو يبدا في يعمل حد شويه زي ما تمرينات قلت لك كده واللي هو بيتهان ينطلق او في شخص العالم عنده مشاكل كتير وربنا فده يدرك يوفقه. ان هو في حياته في مشكله فيبدا يتطور انا مش فاهم ايه ميكانيزمات ينطلق دفاعه في يبدا العالم، يتطور يعني ايه ميكانيزمات فهمني؟ دفاعه يبدا ان هو يعني هفهمك دلوقتي، انت يعني لو هو في فعلا شخص زي محتاج ما ان انت هو يدرب كنت نفسه بتوصفه الاول ان هو يعني انسان مثلا يقف مهزأ، قدام انسان المرايه متعود يقول ان هو مثلا يتهزأ اوزع طول انا الوقت طويل او كده، وهبل مش فيبدا حاطط يتطور نفسه يبدا حدود. يعمل تمرينات كده ولو وبعدين قدر بدأ يبقى عارف يتعامل، يتعامل هيبقى عامل زي فربنا الطفل يوفقه. الصغير اللي بدأ ما بتعلمه المشي، بتعلمه مش فاهم الجري، ايه ينطلق في فردود العالم افعاله يعني هتبقى بالظبط عنيفه جدا، هينتقم من كل يعني السنين اللي دلوقتي فاتت. انت لو فبدل شخص ما انت مثلا طفل حد صغير تتعامل معاه، هتلاقيه مهزأ انت بالمرايه يعني عملت غلطه صغيره ما بالظبط تستحقش منه يعني كل كده هو رد مش هيعرف الفعل يعمل ده، نفسه حدود يعني هو مش هيتعامل مع فبدأ المواقف يتعامل يعني بهدوء بقى، هيعرف ده يتعامل هيتعامل صغير. لا بعنف، طبعا بعنف طبعا شديد. هو زي ما انت قلت زي الطفل، فردود الطفل افعاله هتبقى بيتعلم عنيفه ماشي جدا، ازاي، هينتقم من كل السنين بيقوم اللي فاتت. يقف فبدل ما انت مثلا حركة حد رجله تتعامل ساعات معاه، بتبقى عنيفة انت عملت لغاية ما غلطه صغيره ما بيظبط تستحقش منه السواقة. كل رد احنا الفعل، بنتعلم السواقة ازاي فجأة هو كده مش هيتعامل مع الموقف بالشكل متلخبط فين بالتعامل البنزين فين هو لا، هو الدبرياش فين هيتعامل الفرامل ايه ده، بالموقف اللي هو عنده طب ازاي دوسة بالظبط الفرامل هنا هيتعامل مع تقيلة الموقف ازاي العربية مرة واحدة كده بتقف، مش طب هيعرف بالراحة يتأقلم واحدة لأن واحدة، عنيفة طب ايه ده، لغاية طب ما ازاي بيظبط بتربط، السواقة فجأة بتلاقيه الموضوع بينزل في بالظبط اللاوعي كده يعني انت متلخبط فين في الأول البنزين بتكون فين محتاج الدبرياش فين تركز في الفرامل السواقة ايه ده، طب دوسة تبذل الفرامل مجهود، هنا تقيلة بعد كده كده الموضوع بيبقى بالظبط كده اوتوبايلوت، مرة انت واحدة خلاص انت بالظبط مش والله مركز ازاي تروح بالراحة واحدة تتكلم. واحدة. طب ايه ده، انت طب ممكن تعمل ازاي عنوان تاني للكتاب مثلا، وفجأة المدخل لفهم الموضوع سيكولوجية الإنسان بينزل في المهزأ، اللاوعي كيف تصبح شخص بالظبط محترم مثلا في بالظبط. خطوات، ففي وتعمل الاول بقى بيكون مانيوال كده اللي محتاج هو اعمل كذا لا تفعل كذا، يعني اعتقد المرة تبذل الجاية ممكن مجهود تبقى بعد تزود كده الملحق ده. الموضوع طيب بيبقى خلينا نسلم على عظيم مصطفى. اوتوبايلوت يعني انت خلاص اتفضل. الكتاب الجاي هيبقى شديد يعني انت ممكن تعمل عنوان تاني يعني للكتاب مفاجأة مثلا بس. المدخل لفهم بعد الخوازيق، في حاجة جديدة يا ولا مساء بعد الحل الخوازيق مفيش؟ مساء عم الخير يا النافع. مصطفى، ازيك يا اهلا اخبارك؟ اهلا اهلا ازيك يا يا عم، كرولو المرة الجاية صديق، بإذن ازيك الله يا محمد؟ تزود ازيك يا ازيك احمد اخبارك والدكتور الدكتور عراقي؟ مصطفى؟ اخبارك يا الكتاب حبيبي الجاي منور. هيبقى شديد لا انا يعني مبسوط جدا بوجودك رقم واحد، يعني انا بعد مرحب بيك الخوازيق يعني، في حاجة وجودك جديدة مساء الحل يعني الحمد يا لله انك موجود عم النافع على طبعا. البرنامج عشان اهلا تبقى المرة اضافة الجاية ان شاء بإذن الله. الله يا صديق ازيك يا مصطفى؟ وكمان الكتاب الكتاب انا هرجع قعدت ارجع ارجع كده كده تاني تاني فر فيه من اول، انا يعني مبسوط جدا حتى اخدت بوجودك منه رقم كذا واحد انسايت يعني يعني لطيفة ممكن الحمد لله نتناقش معاك فيها. يعني بس الحمد انت لله بقى دلوقتي انت على سبت خير كل ده ورحت على مدلنا خير انت الكتاب بتاع الخوازيق، وانت بقى بس وما ادراك الكتاب والناس فعلا وايش اهل الخوازيق، رجعني فده حوار تاني يعني، من اول حوار يعني تاني كبير الحمد قوي لله يعني. اخدت منك كذا انسايت المهم يعني لطيفة ممكن نتناقش معاك فيها. يعني بص وانت بقى انا هدخل دلوقتي دايركتلي في الموضوع وانت علشان رحت الناس مدلنا انت الكتاب بتاع ما الخوازيق تتوهش مننا. وانت بقى وما انت كنت ادراك عملت في الكتاب والناس وايش اهل على الخوازيق فده حوار مقياس مدى تاني الهزوئية، حوار تاني كبير قوي يعني ماشي، اللي هو تمام. ازاي تحط مقياس عشان تعرف انت يعني بص مهزأ بقد ايه، انا هدخل دايركت بدرجة كام يعني، وبتحط لنفسك نقط وانا عشان كنت تعرف عملت انت وصلت لده ازاي. انت كنت دي من عملت اكتر الحاجات اللي كانت لافتة على نظري فيه. ليه؟ لان مقياس مدى ممكن الهزوئية فعلا كل واحد لو قرأ ماشي اللي هو الفكرة دي ازاي تحط او مقياس شافها يعني بالظبط يقدر عن بالظبط طريقها قد ايه يعرف ان هو مش بدرجة كام فكرة يعني بحط لنفسي انه نقط ماشي مهزأ اللي هو بس وخلاص، وصلت لده ازاي. يعرف ان هو قد دي ايه اكتر الحاجات بيتنازل، اللي كانت لافتة لنظري وهل فيه. ليه؟ التنازلات دي كلها هل ممكن بتفيده وبتعود فعلا عليه بحاجة كويسة لو قرأ وتعرف مقياس ده. مدى بس انا الهزوئية سؤالي ليك او عشان بعد كده التنازل ارجع تاني بالظبط اتكلم معاك في بالظبط الموضوع، يعرف ان هو بناء ممكن على ايه انت عملت مقياس الهزوئية؟ هل بالظبط بناء على اللي انت يعرف ان مريت هو بيه قد بتجربتك ايه الشخصية، بيتنازل ولا ويعرف ان التنازلات دي كلها مثلا ماشي بالقراءات بتفيد مثلا بالظبط اللي انت قريتها يعرف ده. بس انا سؤالي وحطيت بقى ليك مقياس وعملت له يعني زي اتكلم معاك في هزوء الموضوع ميتر المهزأ بناء ميتر او على مش عارف ايه ايه، انت عملت وحطيت له مقياس كده بوينتس الهزوئية او بناء على اللي وحطيتها في انت الكتاب. مريت بيه بتجربتك بص هو الشخصية ممكن تقول ميكس ولا دي حاجة، تاني حاجة احنا ممكن نقول هو بالقراءة بناء مثلا على ايه اللي اصلا انا قريتها بكتب يعني. وحطيت له خلي بالك انا مقياس واحد وعملت له جراح زي هزوء ميتر درست المهزأ طب ميتر او مش نفسي عارف وعلم ايه، نفسي بس وحطيت له it's كده not my job بوينتس وحطيتها في يعني. الكتاب. خلي برضو نتفق بص هو اتفاق، ممكن تقول ميكس ادي العيش يعني لخبازه، انا مش كأنك شخص هو مؤهل بناء على ايه
ان انا اتعامل مع النفس البشريه غير من واقع خبرتي الضيقه الشخصيه. يعني في ناس بتبتدي تتعامل مع الافكار بتاعتي ان هي افكار صح مطلق، انت ازاي تقول كده او ايه يعني ازاي ده كده؟ لا، هي دي خبرتي وده رايي. ممكن المهزأ ميتر ده حاجه طبعا غير اكاديميه، غير يعني احنا عشان نطلع بحاجه في العلم بتبقى حاجه اسمها evidence based، يعني لازم يكون في تجارب كتير فنطلع بدليل، او نطلع سوري بنتيجه معتمده على دلائل. هل انا عملت كده في الحاجات اللي بكتبها؟ اه عملت كده بس من خلال خبرتي الشخصيه، ما جبتش مثلا كذا شخص مهزأ او سوري كذا شخص مش عارف يقول لا او عملت استبيانات وجمعتها، لا كل ده خبرتي الشخصيه، كل ده معتمد عليا انا. انا بقى داخل فيهم الحاجات اللي قريتها، فاهم قصدي؟ فهو الموضوع ميكس تحت عنوان خبره الكاتب الشخصيه التي تكاد تكون صحيحه، تكاد تكون خاطئه، تكاد تكون عشوائيه، تكاد تكون منظمه، حسب كل واحد وادراكه. ودي متعة الكتابة عموما، يعني مش عارف، أنا عاوز أقولك إن أنا الموهبة الأولى اللي عندي التمثيل أصلا، أنا بعشق التمثيل، واللي خلاني انا عارف. أتوجه للكتابة آه اللي خلاني أتوجه للكتابة أنا معرفش أمارس التمثيل لأسباب اجتماعية، إن أنا كنت دحاح في الكلية وكنت بعشق المذاكرة وبعشق الطب والجراحة عموما. فما كنتش عارف انت عشان تمثل لا محتاج تستقطع جزء كبير من وقتك، يعني فايه اللي ممكن تمارسه وانت قاعد في البيت ماسك الكتاب ولابس البوكسر وحياتك حلوة؟ الكتابة. ف اكتشفت بقى ان الكتابة اعمق بكتير قوي من التمثيل. انت في الكتابة بتخلق عالم، عالم، والعالم ده بتاعك، مملكتك، يعني انت رايح جاي في مملكتك حرفيا. يعني ممكن حد بيبص على مملكتك يقول ايه القرف ده، وممكن حد يقول ايه العظمه دي، بس في الاخر يعني هي مملكتك. ف مملكتك دي بقى قايمه على ايه؟ قايمه على صح، قايمه على غلط، هي انت بس. طيب حلو، نرجع للمهزأ ميتر. يعني كده انا فهمت انت بناء على ايه حطيت الموضوع ده. يعني انت بالنسبه لك انت ككرولوس شايف انه اول معضله للانسان المهزأ انه امتى بيقول ايوه وامتى بيقول لا، دي رقم واحد، لان انت حطيتها في اول نقطه في المقياس. واخر نقطه تمام اللي انت حطيتها بتجري ورا ناس مش عاوزاك او دايما مجرور للماضي ومش عارف تركز مع مستقبلك. فدول يعني ايه اللي الهمك انك تاخد يعني اول نقطة دي؟ يعني انا عارف ان في ذا باور اوف سينج يس، كتاب معروف ومشهور جدا، وفي كتاب تاني ذا باور اوف سينج نو. بس انت بالنسبة لك انت كواحد عايش في مصر في المجتمع بتاعنا اللي هو سريع جدا وبيحصل فيه حاجات كتير وبتاخد فيه خبرات كتير بسرعة قوي، خاصة زي واحد زي دكتور، يعني انا عارف قصة ابو الريش بتاعتك دي، وكنت تقعد تحكي لي دمرداش حاجات يعني. اه دمرداش مش الدمرداش، سوري، دكتور. اه الدمرداش، اه الدمرداش، تقعد تحكي لي يعني. فايه اللي خلاك تبدأ بفكرة ايوه هي دي اللي كانت اكبر حاجة في حياتك وصلت فيها، يعني ان انت وصلت لده، وايه اللي خلاك تنهي دايما مجرور الماضي ومش عارف تركز مع مستقبلك؟ هل ده ليه علاقة زي ما انت قلت بشوية بخبراتك بالمواقف اللي انت اتحطيت فيها واثرت عليك نفسيا او عاطفيا او حياتيا whatever؟ ده اكيد. وهي الكور زي ما قلنا او لا، والمشكله ان الموضوع مرتبط. يعني اصل انت لما بتقول اه او لا، يعني انت لما بيكون مثلا انت دلوقتي مصطفى قلت لي كرولوس ممكن نطلع مثلا على كلاب هاوس، فانا مكسوف منك، يعني انا مش عارف اقول لك لا مثلا، فقلت لك اه يلا نطلع على كلاب هاوس عشان مش عاوز احرجك، عشان مؤدب، عشان مش عارف اقول لا، عشان اي حاجه بقى، اي مبرر ساعتها اقول عملت حاجه ضد ارادتي. فاول ما بعمل حاجه ضد ارادتي انا بقى فقدت قدرتي ان انا اعيش الحاضر، ابتدي بقى اعيش في الماضي بقى، اللي هو يا ده انا لو كنت قلت له لا، انا اصلا انا قلت له لا، وابتدي اعمل سيناريوهات بقى واعيش فيها. يعني فاهم؟ يعني هي المشكله في الكائن المهزأ ان هي مش قادر يعيش حاضره، هو عشان هو مسحول بقى في جلد الذات وفي الندم وفي في السيناريوهات الخيالية اللي هو مخه عمال يعملها عشان يبرر وينكر واقع، فهو اوريدي دايما مجرور للماضي، دايما دايما
يعني الحاضر بيتسرق منه، الحاضر ماشي والناس بتكبر والناس عايشة وبتكمل حياتها، وده في صباح الفل في لالا لاند ورا، فاهم؟ بس تمام، طيب خلاص احنا كده رأيك ادينا برضو ناس بريف عن اتفضل يا محمد، سوري. لا لا خلاص، خلينا بناخد بيت نسر خاطر نتحرك كده. دكتورة آلاء طب ازيك، عاملة ماشي، ايه؟ شكرا مصطفى، ميرسي شكرا جدا. علي يا حبيبي. أولا أنا مبسوطة أوي إن لقيت حد من عين شمس على التطبيق ده، لأن أنا كنت قاعدة كده بعزومة مع نفسي. بس أنا أكيد غالبا دفعة أكبر من دفعتك، أو من دفعة 2010 2009 2010 خلاص امتياز يعني. ده مدرسين دلوقتي، أساتذة مساعدين دلوقتي. أيوة. فأنت أخدت التدريب لمدرس ساعد، قلت لأ ده غالبا ناس صغيرين بقى. ميرسي والله يا كرولز على وجودك. وانا سايكايتريست، فانا خلصت الهوى النفسي بقى واعصاب زي ما انت عارف، و حضرتك شغالة هنا ولا بره ولا فين؟ دلوقتي بس انا لسه على اسم الجامعه هناك. انا سافرت بعد ما خلصت النيب، فانا معيده اجازه بقى مرافقه زوج. أجدع ناس، أجدع ناس. لسه والله بجد الاجازه من كام يوم. لسه بتجددي الأجازة؟ جميل. طب ده موضوع تاني نتكلم فيه بقى. انا عاوز اقول لك حاجه بخصوص الموضوع ده اللي بنتكلم فيها، خلينا في المهزأ بما ان احنا جبنا سيره الدكاتره. مهزأ وسيكولوجية ونيابة، يعني بص خبطت في كل الحاجات دي. انا اولا جالي فلاش باك وافتكرت بقى ايام النيابه، لان انا كنت لسه بحكي في الموضوع ده من يومين، لان نووي كان فاتح روم عن التعليم، وحد من الدكاتره كان بيتكلم على اللي بيحصل في النواب يعني في فتره النيابه وكده، كانوا بيمسحوا البلاط وكده. فانا كنت بحكي للدكتور اللي كان بيتكلم على البانل على الباك شانل، اقول له انا كنت انا سينيور دفعتي وكان مطلوب هو مني ابقى دكتورة، انا لا انا الشخص بس اللي بهز. محتاج اقول لك معلومة بس عشان برضه اكررها للناس، احنا على اليوتيوب دلوقتي لايف، فيعني اوكي ماشي، خلي بالي من الكلام يا حاضر. عشان اجازتك لا تتجدد، عشان تتجدد اجازتك تتجدد. طيب انا هقول الكلام بطريقه دبلوماسيه. الحاجه اللي هي بتبقى مطلوبه من النائب السينيور يعني، هي فكره ان هو بيبقى مطلوب منه ان هو يشد على النواب الصغيرين. وانا كشخص كنت سينيور دفعتي، هو اللي بيتحدد ان هو يبقى الشيف ريزيدنت يعني، لا او السينيور هو بيكون الحد اللي هو يعني جايب اعلى مجموعه وطلع يعني، اللي هو ان ترتيبه على الدفعه ان هو يبقى اعلى واحد يعني، في اول واحد يعني، مش زي مثلا في عندنا مثلا بيبقى الشيف ريزيدنت ده بيبقى انتخاب وكده يعني. المهم فانا ورثت ده، وحاولت بقى اتعامل مع وظيفة الشيف ريزيدنت، وانا بحاول افهم برضو ان انا ابقى نايبة نفسي يعني. وانت بتتكلم بقى على الكتاب بتاعك، انا ما قريتوش بس انا يعني متفهمة تماما هو ازاي التغيير في الطب في مصر محتاج ان هو يبص على الحتة دي. وطبعا ان انت تكتب كتاب زي ده يعني محتاج شجاعة رهيبة، دي الحاجة الأولانية اللي عاوز اقولها، وانا احيي فيك ذلك بشدة. بس هي مشكلة مهم ان احنا نبص عليها، نبص على فكرة ان احنا كأطباء لما بندخل في نظام تعليمي في عدد كبير من المرضى وعدد قليل من الدكاترة وعدد قليل من المصادر، بيطلب منك من غير ما يعني تكون موافق او مش موافق ان انت تاخد الدور ده. وانا انبسطت قوي لما انت قلت ان في دكتوره نفسيه صلحت لك اللفظ اللي هو be firm to be respected، اللي هو be assertive. بس انا عاوزه اتطرق لحته اللي هي اللقطه اللي فيها انا زعقت بيها لنايب جونيور، وانا ولقيت ان يعني يا لهوي اللي بيتعمل فيا هيتعمل في حد تاني. اللقطة دي هي حاجة لازم نبص عليها بقى في تاريخنا، نبص بقى ازاي احنا اللي هي ليها علاقة بقى، معرفش انت طبعا لما كتبت الكتاب بتاعك ده بصيت على سيكولوجية الإنسان المقهور غالبا بالظبط بالظبط. انا عايز اقول لك ان
كتاب دكتور مصطفى حجازي، المدخل التخلف الاجتماعي، يعني المدخل اللي فهم سببية الإنسان المقهور، هو كان الريفرنس بتاعي يعني. اه طبعا ما فيش مقارنة، بس هو كان الريفرنس يعني. تماما تماما. وانا يعني انا عارفه ان في ناس بتعتبر ان هو يعني لما حد بيكتب العنوان بالطريقه دي بيبقى اللي هو ايه ده يا جماعه، ما فين بقى العمق بتاع طه حسين وتوفيق الحكيم والحاجات دي. بس انا مع دايما حاجه اساسيه جدا، وهي ايه؟ don't judge the book by the cover. وقد انا يكون عاوز اقول احيانا لحضرتك، عاوز اقول لحضرتك ان هي مش دون جادج ذا بوك، ده احنا دلوقتي واصلين لمرحله دون جادج ذا بيرسون. احنا بنوصل ان احنا بنعمل الجادج على البشر، ده شعرها كذا، ده دقنه كذا، ده عربيه كذا، ده طالع في تيك توك يعمل كذا، دي طالع. ففكره الانسان الجادجمنتال، وده بقى كله مربوط بقى، يعني الانسان المقهور بالانسان المهزأ بالانسان الجادجمنت، كل ده بقى في انفيريوريتي كومبلكس حلوه كده، هي اللي بتخلي البشر كلهم في الزون الغريب ده. تماما. فالموضوع مش بوك بس يعني. لا متفقة معاك. وفكرة اللي بيمر بيه نايب الجراحة غير اللي بيمر بيه نايب بتخصص تاني، وعارفة الفرق طبعا في البريشر كمان. يعني السؤال اللي عندي عشان برضه ما اطولش على الناس التانية اللي موجودة على الستيج، هو دايما كان بيجي لي سؤال اللي هو how do we break the cycle. يعني هي فكرة جيل بيهزأ جيل على الشد عليه زي ما بيقولوا عشان يتعامل مع التفنس، اللي هي لو لا يستطيع بني آدم مننا اللي هو من الدكاترة اللي بيشتغل في الدمرداش إن هو يحكي عن ما حدث له في الدمرداش، من كتر ما هي it's very tough. من سواء كانت حاجة إنسانية أو حتى toughness mentally أو physically، يعني كل الحاجات دي. فهو الراشونال اللي كان بيجي في بالي وأنا في النيابة، والله هو أول اللي كانوا بيقولوا لنا يعني تقريبا، إنه ما إحنا لازم نشد عليكم عشان تبقوا كويسين لما تكبروا، زي ما الأب أو الأم بيقول لأولاده كده، باعتبار لما إن هي دي الطريقة إن أنت تبقى إنسان أحسن. فكان طيب. دايما بيجي في بالي سؤال اللي هو where do you break the cycle؟ انت اخترت لنفسك ايه يعني تعمل كده؟ انا اعتبر نفسي من الناس اللي هو ممكن بعض الناس، يعني انا اتجوزت وسافرت، فممكن انا I break the cycle by leaving the cycle. مش عارف يعني، حتى سؤال دايما يرجع في بالي لو فكرت ارجع مصر، هل يعني هل هقدر اعيش السايكل دي بتاعت لان انا مش هعرف اهزق انسان. فهو للاسف انا اللي هيتطلب مني ان انا يعني هعمل ايه بقى؟ طيب يعني بس انت عارفة سؤالك ده، سؤالك حقيقي اجابته بعياط، عشان انت مش بتتكلمي سايكل جامعة، انت بتتكلمي سايكل مجتمع، سايكل مجتمع فعلا يعني. يعني انا مش عارف اقولك ايه، بس الموضوع اخطر واكبر من مجرد نيابة جامعة. الموضوع يعني منظومة سلوكية فعلا فاسدة، فعلا فاسدة بشكل فعلا يدعو للعياط. how to break the cycle، فكرة انك تليف السايكل ده فكرة ممتازة، بس مش هتحل يعني. يعني انتي هتنقذي نفسك، وده نوع من انواع الحكمة على فكرة، عشان برضه انتي ما تحرقيش على الفاضي. عارفة جملة ما تكونش شمعة لناس عميان؟ يعني خليني اقول لك حاجة بسيطة جدا، انتي ممكن تتمردي على نظام فاسد، بس فجأة تلاقي انت بتتمردي على نظام فاسد عشان تساعدي ناس، الناس دي تقولك انت مالكيش دعوة. يعني عارفة فكرة ايه؟ فكرة مثلا انت في النيابة مثلا، وانت بتحاولي تبريك سايكل عشان الجونيورز اللي عندك، او البيشنس اللي عندك، او اي حد تحتك في السايكل ياخد حقه، فتلاقي اللي تحت في السايكل ده يقولك انت مالكيش دعوة، احنا مبسوطين. فتحسي ابوكوا بقى ولعوا كلكم، انا I have to leave the cycle. ففكرة leaving the cycle ده حل، بس السايكل موجودة. فخليني اقول لك it's about، مش انك تلاقي حل للسايكل، it's about ان انت على الاقل تقولي للناس يا جماعة انتوا عايشين في سايكل فاسدة. يعني هي دي المشكلة. المشكلة مش ان انت هتليف السايكل او هتحل السايكل، ان الناس تستوعب ان في ما غلط، في انت كارثة. هتعمل كده، ما
هي دي بقى مشكلة كبيرة يا كرولس. يعني أنا عاوز أقول لك إن أنا يعني أنا لما أنا سبت ولسه خليها مكاني في الجامعة، أنا عندي أمل إن أنا أرجع، أنا نفسي أرجع to be honest. بس أنا to be honest يعني في حاجات كتيرة جدا بتخليني أفكر 1000 مرة قبل ما يعني أخد خطوة زي دي يعني، وكل شوية الحاجات للأسف بتزيد. فازاي تقول للناس إن ده فاسد وأنت يعني أصلا أنت برضو خلي بالك لما أنت بتقول ما تكونيش شمعة لأنه وانا خرجت مثلا وانا بتعلم احسن دلوقتي مثلا وكل الحاجات دي، بس ما هو بقى ما فيها حتة تنظير شوية، فانا ما بعرفش اقول كده يعني، بحس لا، هي انها ما فيهاش حته تنظير، هي فيها حته واقعيه. بصي، ممكن اختلف معاكي في النقطه دي، عشان يعني ارجع اقول لك برضو احنا عاوزين ايه. يعني لو انت عاوز تعمل الصح خلاص، يعني اعمل زي الانبياء وزي الثوار وزي الشهداء واعمل زي الناس. ده الصح، ان الانسانيه تعيش والقيمه تعيش، ده الصح. يعني انت لو عاوزه تعملي الصح، لا انت ترجعي وتفايتي، حتى لو وصلت ان انت تخشي السجن. او انت خلي بالك، الموضوع مش جاست ان انت ممكن تتأذي نفسيا، انت ممكن تتأذي جسديا. انت ممكن حد يرفع عليك قضية عادي جدا بأي سبب، وعادي يعني انت ممكن تكوني في المنظومة وفجأة تلاقي حد أكبر منك عمل لك أي تهمة وفجأة سحبتي، أو فجأة كتبتي رأي وفجأة سحبتي. فانت عاوزة تعملي كده، يلا. بس انت فعلا عاوزة تعملي كده؟ انت مستعدة تضحي بنفسك وبوقتك يعني مش أنا عارف شايفة اسرتك؟ إن ده يبقى دعاء مثالية صراحة، يعني المفروض إن هو الأساس ماشي. إن الواحد يتكلم من نفسه يعني الأساس ما انا بقول لك، يعني لا، في ناس يعني مثلا واحد زي، اقول لك مين، يعني الانبياء، بلاش الانبياء، بلاش الحتة الدينية، الجيفارا اسمه ايه ده، بتاع اسكتلندا ده، ولا ايه، والاس ده، ولا مش فاكر اسمه ايه. الناس دي يا ديني نفسي افتكر برضو كان اسمه ايه، الشخصيات اللي حاربت ونضلت لا والثوار انا لما بعمل بدي محاضرات هنا في الجامعه عن في الاطباء، انا بكسر اله الهيرو اللي بيحطهم، انا برفض ان احط طبيب في الاماكن دي، لان عارف ليه؟ لان اتحمل على الحته دي حاجات غير طبيعيه، اللي هو يعني اخر مطار كنت فيه اللي هو عملت محاضرة عن هيروز فول ثرو، يعني هما نفس بيقعوا الهيروز دول اللي انتوا الدكاترة دي وسط الكوفيد وكل حاجة بتقع. فانت يعني انا فاهمة انت قصدك ايه، بس هو في حاجة اسمها ان انت يعني تحاول تغير، وزمايلي اللي هما كانوا زيي بيكونوا عاوزين يرجعوا to be honest يعني الغباء ان انت يعني تبقى مش عارف الليميتيشنز والاوبورتيونيتيز والحاجات، يعني لو انت مش دارس الموضوع صح يعني انها it's almost impossible to change certain things. فما هو برضو ما ده اسمها انتحار، مش اسمها يعني ممكن حد مثلا لا، يعني اختلف معاكي، اختلف معاكي. لا، هو تمام المقابل غالي بس ما اسمهاش انتحار. وفجأة تلاقي حد يعني أكبر. نيلسون مانديلا، عمال اسمه نيلسون مانديلا. واحد زي نيلسون مانديلا ضيع عمره حاجه 20 سنه ولا حاجه و30 سنه في السجن، بس نيلسون مانديلا قدر ان هو يكون اقوى من السايكل. نيلسون مانديلا لولا كائن زي ده ما كانش جنوب افريقيا بقت مش مجهودات فرديه، انما قوه ايمان الشخص بالعقيده بتاعته. انا ف متفقه مع الحته دي بالذات، انا متفقه معاها بحته انه هي يمكن ده الخيط اللي بيقول لي لو ما لو معايا ناس قادره تعمل كده، بس انا بارفض فكره انه اكون انا الهيرو الوحيد. يعني ان انا يعني انا لما بفكر مثلا اعمل تغيير في حاجه معينه بشتغل مع ناس تانية، مش انا لوحدي واقعد بقى مثلا اقعد 4 5 طب هشوف مين هنا يقدر يساعدني، مين في ماشي. السيستم طب ما احنا ممكن بنتكلم يساعدني في كده وهكذا. بقى، ما احنا بنتكلم في كده، ما انا بقول لك اهو. صحيح يعني صحيح. انت الو، كم لا انا سامعك مسموع، بقول لك كمل بس عشان خاطر الفكره ما تطولش قوي، لان احنا عايزين نسال بقية الناس. فممكن حاضر اتفضل اتفضل يا كريم. اتفضل يا كارلوس. لا بس يعني انا متفق معاك ان فعلا لازم تعملي كده في ناس تساعدك،
مش كده بقول لك، انت ليفينج ذا سايكل ده قرار حكيم، بس انت لو في امل. انا هقول جمله يعني اتمنى تتفهم صح، الفرق بين السايكل التي تستحق ان انت تفايتي فيها والسايكل اللي ما تستحقيش تفايتي فيها، مردود تاثيرك في السايكل. يعني يعني هفهمها لك بطريقه مبسطه. يعني انت لو بتعملي كده وحاسه بقيمه اللي بتعمليه، جو اون. يعني لو انت بتفايتي وفي مردود فعلا تغيير حتى لو بسيط، حتى لو انا اسف، حتى لو بتتهاني وبيتداس عليكي وبتخش السجن، بس في تاثير، جو اون. بس لو انت بترمي مجهودك وطاقتك وسط ناس او وسط كوميونتي اوريدي ما فيش تاثير، لا خلاص، ليف ذا سايكل بهدوء وبالشياكه وبدم بارد، عشان خلاص انت بتعملي ايه؟ يعني انا ما ينفعش اكون في مجتمع هو اوريدي مثلا في مدير ظالم وعمال يضحك على الناس الجهله بخطابات، لعب بقى على مشاعرهم، لعب على عقلياتهم، مستخدم موظفين عنده ابواق فاسده ليه، عماله تتبرز في عقول الشركه. واجي بقى انا عمال انا متضايق من الوضع، ويا جماعه اللي بيحصل فيكم ده غلط، انتوا اغلى من كده، انتوا بتتعاملوا يعني بيترمي لكم الفتات، والمدير ده انسان حقير منحط، والاقي الناس كلها بتهاجمني ومفيش تاثير وبيتقل مني ومش عارف ايه، خلاص. بس لو انا مثلا لا، او الناس ابتدت تتركز ويلا ونغير كده ماشي. حتى لو جه في وقت من الاوقات المدير ده خلى الامن بتاع الشركه يسجنوني، بس اوريدي انا في تاثير، اوريدي انا عايش، فاهم قصدي؟ ساعتها لا، انا مش حاجز بقى. انا عارف بالحته دي، حته بص انا لما سافرت في الاول كان دايما عندي الحته دي اللي هي يعني تأنيب الضمير ناحيه الحاجات اللي انا كنت عاوزه اعملها في مصر. وشويه بشويه لما اشتغلت هنا في نقابه الاطباء المدربين في امريكا وقدرت اعمل تغيير في حاجات مثلا على قدي في الحته اللي انا فيها، وكنت يعني اخدت مناصب اداريه فيها وكده. اللي انا عاملة بيه هو فكره ان يمكن دي الحاجه اللي بابا دايما عنده الامل فيها، وانا بشاركه نفس الامل، يعني ان الواحد لما هي مش بريك ذا سايكل. انا كنت فاكره لما انا عملت كده ان انا ليفت ذا سايكل، هو انا in a way I'm still working on breaking the cycle but in my own way one day I don't know when، يعني انا مش عارفه امتى. بس كل اللي بتعلمه مثلا وبشتغل بيه والخبره مثلا في الشغل في نقابه الاطباء هنا، كل الحاجات دي it will help break the cycle. بس ان احنا نبقى طيبين مع بعض زي ما انت بتقول، ما نبقاش judgmental، انه ان احنا نقف مع بعض مش نكسر بعض يعني. ميرسي قوي فاهم بجد، انا مبسوطه ان انا شفتك قصدي والله. ليك جدا. انا الاسعد نور الدكتور. لا طيب اميره اتفضلي افتحي المايك، انت واضح انك جديده خالص، دوسي على المايك اللي عندك هيتفتح. اميره ايوه مساء الخير. مساء الفل نور دكتور كرولس، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ انا مبسوطه جدا اني شفتك، وكمان دي تاني مره ان انا اتكلم مع لا انت ما حضرتك. شفتنيش، انت لسه ما شفتنيش. لا شفتك، انا شفتك في المعرض. اوكي ماشي ماشي، انا اسف يا امير. لا فانا بجد يعني مبسوطه جدا بالكتاب، وخلصت الكتاب اللي هو بتاع خازوقولوجي، والصراحه يعني كتاب ما ترددتش اصلا ان انا ما اجيبهوش، كتاب وكتاب برضه عظيم. تحفه. هو فعلا لن ينتهي الخازوق ابدا. وما اتخزوقتش لما اشتريته، يعني هو الكتاب كان فعلا يعني مفيد. ميرسي يا امير. فانا كنت حابه بس اقول لحضرتك يعني اللي هو انا كتاب برضو اللي هو بتاع المدخل لفهم سيكولوجية الانسان المهزأ ده غير فيا كتير، لدرجه ان هو فوقني، يعني فوقني ان انا كنت واحده ما بتعرفش تقول لا خالص، فاللي هو تحس ان هو زي دش ساقع كده اللي هو انت مهزأة انت ما بتعرفيش تقولي لا. فكان فكره ان حضرتك بتهنت لحاجه مهمه جدا في الكتاب، فكان دي كانت اكتر حاجه ان انا عرفت ان انا اعمل حدود. بس في حاجه كنت ان انا مش عارفه ان انا يعني اعملها، الفرق بين الانسان المهزأ والانسان الطيب. طب ما امتى ان انا اقول ان انا طيبه وامتى ان انا اقول ان انا مهزأة؟ طيب
بصي، الطيب طيب على نفسه يعني، فاهم قصدي؟ يعني الطيب طيب على نفسه، المهزأ طيب مع كل الناس بس مش طيب مع نفسه. يعني انا هبقى طيب مع الناس كلها included انا، يعني عمري ما هاجي على نفسي تحت مبرر الطيبة، فاهم الفكرة؟ يعني انا عمري ما عشان انا طيب فانا مثلا واحد طلب مني كرولوس معلش ممكن تيجي معايا المشوار الفلاني، اصل انا طيب فهقول له اه، بس انا مش طيب مع نفسي، لا انا كده وحش مع نفسي. فانا لو طيب مع نفسي هقول له معلش يا حبيبي انا مش هقدر اجي معاك المشوار ده دلوقتي، معلش خلينا وقت تاني اكون نايم كويس ومش ورايا حاجة، بس ان انا اعمل الحاجة دي بحجة ان انا طيب. بصي هبسطها لك في جملة واحدة، الانسان الطيب يقدر يكون شرير بس اختار ان هو يبقى طيب، اما الانسان الطيب عشان هو ما قداموش حل غير انه يبقى طيب ده مش طيب، ده انسان فاشل او مهزأ او عاجز او whatever، شوف انت عاوز تقول ايه. يعني انا اقدر اكون شرير بس انا بارادتي اخترت ان انا ابقى طيب، بس لو انا الطيبه بتاعتي نابعه من عجز، نابعه ان انا مش قادر اكون شرير اصلا، مش قادر اكون وحش، مش قادر اصد اللي قدامي، لا ده انا مش طيب، انا شخص عاجز بس عشان انا مش قادر اعترف بالحقيقه دي فبليسها بقى، لا اصل انا طيب، اصل انا محترم، اصل انا مش بحب اكسف حد، اصل انا حبوب كده يعني. بس طيب، طب لو يعني هو الكتاب كله مليان كتب جميله جدا والكتب كلها بتاعت حضرتك كده يعني، بس لو اكتر جمله يعني لو قلت لك يعني من وجهه نظرك تحس ان هي مثلا ممكن تنفع انها فلسفه حياه كده، فممكن تختار ايه؟ بس انا في الكتاب انا مش متذكر الصراحه الكتب اللي في الكتاب يعني، اقول لك انا مش متذكر اي يعني، هو عموما في كتب حضرتك كلها يعني انا فاكره حاجات كتيره جدا بتحطها واحده في كده عشان انا متفقه معاها اعتقد بالحقيقه دي الايه بليسها بقى، بقوله واحد دكتور كرولس حاطط واحده بروفايل بيكتشر بتاعته كده، دي لطيفه برضه. لا ده مكتب تاني، لا ده مكتب تاني. بصي هو انا هقول لك حاجه، انا مش كاتبها في اي كتاب، بس هي زي الستيتس بتاعت الواتساب بتاعي، بتقول ايه بقى؟ ما ينفعش تستخدم سيف الكانتا في تقطيع البطاطس. سيف الكانتا ده بتاع الساموراي، سيف غالي جدا، ما ينفعش تستخدم سيف الكانتا في تقطيع البطاطس. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تبقى حاجه غاليه جدا تعمل بيها حاجه ممكن تعملها ايه، سكينه. فانتي تعاملي في حياتك ان وقتك سيف كانتا، مش اسمه كانتا، سوري اسمه كاتانا، ولا مش فاكر كان اسمه ايه، اسمه كاتانا، كاتانا ده سيف الساموراي. وقتك كاتانا، مزاجك كاتانا، كل حاجه فيكي كاتانا. فانت ما ينفعش الكاتانا دي تقطعي بيها بطاطس، يعني ما ينفعش مثلا تضيعي وقتك، انا اسف يعني، على مثلا بوستات، حتى لو بوستات انا لمجرد ان انت بتضيع وقت. ما ينفعش مثلا ترمي ودنك لاخبار او برامج بتيجي في التلفزيون عشان بترضي غرور فضول جواكي. ما ينفعش تعملي اي سلوك لمجرد ان انت عندك غريزه او انفعال او نشوه معينه. يعني دي وجهه نظر، او ده ملخص المهزأ او كتاب سيكولوجيه الانسان المهزأ، ان الانسان يصدق ان قيمته غاليه. واعتقد ازمه من ازمات المجتمع ده ان هو مش قادر يحس ان هو غالي. بص يا أميرة، يعني مش عاوز اتكلم في حتة ممكن الناس تحس ان فيها تخبيط، بس مشكلة المجتمعات المقهورة ان المواطن فيها رخيص. يعني ايه المواطن فيها رخيص؟ يعني وقته رخيص، مزاجه رخيص، زعله رخيص، صحته رخيصة. يعني انت تروحي مثلا مصلحة حكومية مثلا تخلصي حاجة، لا ما حدش حاسس بوقتك اصلا، ما تتنيل تتركن جنب الحيطة كده لغاية ما تشوف لك صاحب، مش فاضيين دلوقتي على بكرة. ايه المشكلة يعني لو اتضايقت؟ ايه المشكلة لو ما وصلكش حق؟ ايه المشكلة لو قطعنا عنك المية 4 5 ايام في ده؟ اولى. فالمواطن الرخيص ده بيبتدي يوصل له شعور ان هو كائن رخيص. فلما هو بيوصل ان هو كائن رخيص خلاص بقى ما بيدورش على حق. لما بيترمي له الفتات بيفرح بيها قوي ويسقف، فاهم قصدي؟ يعني مثلا انت في مجتمع مثلا ما فيهوش ميه،
مع ان انت حقك يكون عندك ميه. ففجاه مثلا لما تلاقي حد نازل انتخابات وزع عليكم ازاز ميه او جاب لكم البتاع اللي هو بيمشي على حمار ده مليان ميه، ايه ده الله، وتفرحي بيه وتتبسطي بيه. فهي الفكره في كده، الانسان لو حس ان هو غالي هيكسر، هيبهدل الدنيا. بس ما استحقش كده، انا ما استحقش المعامله دي، انا ما استحقش القرف اللي انتوا بتقدموه. كان في فيلم اسمه مش فاكر كان اسمه ايه، هو الواد اللي هو كان عامل كابتن امريكا اسمه كريس ايفانس، صح كده؟ اللي هو كان الناس كلها فاكره مش فاكر الاسم طبعا تقريبا. اللي هو الواد بتاع كابتن امريكا ده كان عامل فيلم اسمه سنو، مثلا لما تلاقي حد مش فاكر اسمه، اللي هو قطر، هما في قطر، وكان القطر ده ناس في اخر القطر اللي هما عامة الشعب، وفي اول القطر عيلة القوم، وكانوا بياكلوهم صراصير مجمده حاجه كده. ال 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 الناس ما صارتش، الناس قعدت كتير، الناس ما صارتش غير لما حست ايه القرف اللي احنا فيه ده، احنا ما نستحقش كده، فاهمه قصدي؟ فالموضوع مش ثوره على مجتمع بس، ثوره حتى على سلوكيات. يعني انت ذات نفسك، انا ما اعرفش حالتك الاجتماعيه، بس يعني حتى في بيتك، اهلك، اصحابك، انت عمرك ما هتصوري او تعترضي غير لما تحسي ان انت ما تستحقيش القرف ده. يعني ما ينفعش مثلا حد يقعد في علاقه، مثلا حتى لو علاقه مخطوبه، مش هقول لك زوج وزوجه، لا مخطوبين، يعني لو لسه في البدايه وتتعاملي معامله اقل مما تستحقي بحجه ان العشم وبحجه ان قعدتوا فتره مع بعض، لا في الناس ما صارتش، في حاجه ما تنفعش. بس القرف اللي انا طولت عليك، اتفضل. لا خالص، فالموضوع مش ثوره على المجتمع بس. تفضل. طيب خلينا، انا كان مصطفى عنده انسايت اخير، وبعد كده خلاص احنا ممكن نتكلم على الكتاب الجديد وخلاص كده، يعني ممكن بعد ما نعمل حاجات تانية يوم تاني. يعني خلينا خلينا مثلا نقفل 9:30 معاك. اتفضل. مش القرف ده، يعني ما ينفعش مثلا حد يقعد في علاقه مثلا. طيب الانسايت الثاني هو كذا انسايت بس هم صغيرين مش كبار. يعني كنت انت يعني بديت، كنت بتبين الفروقات ما بين بعض الشخصيات، ودي عجبتني حتى لو من وجهة نظرك، حتى لو من خبرتك، تمام. ولكن عجبني في ايه؟ عجبني ان انت كنت كمان بتحط كوت عشان زي تكونكلود الموضوع نفسه في الاخر، زي مثلا لما انت عملت الفرق ما بين الطيبة واللطافة، وجبت مثال من ديفيد لافيستين تقريبا، وقلت الطيبة مرتبطة بحقيقة انت مين، لكن اللطافة مرتبطة انت عايز تتشاف ازاي. ودي دي دي احنا بنعاني من الموضوع ده في السوشيال ميديا، يعني مجتمع السوشيال ميديا، ان الناس الطيبين بيكونوا على طبيعتهم او على سجيتهم، فاحيانا ده بيسبب ليهم مشاكل كتير، تمام. والناس اللي بيعرفوا يكونوا زي ما بنسميهم انفلونسرز، او ناس مشهورين، او ناس معروفين، او ناس بيعرفوا يبقوا يبولي او واتيفر، يعملوا اللي بيعملوه على السوشيال ميديا، اللي هم بيكونوا عايزين الناس تشوفهم ازاي، بس ما بتكونش لطافه. انت هنا قايلها لطافه، ما طب ما هو دي مش لطافه، انه لما في ناس كتير بتورينا شخصيه احنا مش اللي احنا مش عارفينها، شخصيته الحقيقيه، امورها شخصيه لطيفه او شخصيه عنيفه او واتيفر ايا كان هو ايه، وفي الاخر هو بيحاول يوضح ده. فهل انت هنا، يعني هنا انت تقصد بس الحته الخاصه بالانسان المهزأ اللي مثلا بيكون لطيف ولذيذ او طيب او اهبل، ولا لا؟ انا قصدي ان الشخص الطيب هو شخص مش مهتم يتشاف ازاي، بمعنى ان هو بيعمل الخير او بيعمل الطيبة في صمت. اللطيف ده معتمد على رأي الناس، يعني الناس هتقول ده شخص لطيف، شخص كيوت، شخص لذيذ، شخص حبوب، من السلوكات اللي بيعملها. يعني مثلا انا طيب، خلاص انا بدي لحد فقير مثلا، مش لازم اقعد بقول الناس انا بدي لحد فقير، انا شخص طيب، انا شخص كايند، انا شخص بعامل الناس باحترام. اما الشخص اللطيف ده شخص الناس بتحكم عليه ان هو لطيف، يعني اللطافة دايما معتمدة على رأي الاخر وليس معتمدة على السلوك ذات نفسه. يعني انت عمرك ما هيتقال عليك شخص لطيف عشان انت بتتصدق مثلا، فاهم قصدي؟ بس انت ممكن يتقال عليك شخص لطيف عشان انت تعاملك مع الاخر يتسم بالجمال والحب ومتصدر عنك الصورة دي، فاهم قصدي؟ ولا برضو انا توهت، ولا انت توهت، ولا احنا فين؟ لا 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 فاهمك، لا فاهمك، وصلت وصلت. طب سريعا اخر حاجة بقى عشان نختم بيها، انت كنت قلت ان يعني على موضوع القانون والاخلاقيات والنسبيه الاخلاقيه، وانا مهتم بالنقطه دي، يعني النقطه دي قلت ان تمام
قلت وحطيت حاجه للبنيه النسبيه الاخلاقيه ان من عدم النضوج التعامل بتشنج وحساسيه تجاه الشخصيات المختلفه عنك في اخلاقياتها. دي برضو حاجات من اللي احنا بنعاني فيها في المجتمع اللي احنا فيه السوشيال ميديا او في المجتمع العادي، انه احنا معظمنا عندنا عدم نضوج في التعامل مع الشخصيات المختلفه عنا في اخلاقياتها، خصوصا اللي هم مختلفين في ايديولوجيات كبيره او اخلاقيات من مجتمعات مختلفه عننا. لو تحب تسمرايز النقطة دي، عشان النقطة دي برضو عجبتني وكنت حابة اسمعك، كنت عشان توضح للناس يعني وانت بتكتب ده كان ايه الباك جراوند اللي بتفكر فيها او ايه اللي انت فكرت فيها عشان تكتب الفرق ما بين القانون والاخلاقيات. طب خليني اقول لك مبدئيا كده، عشان انت ذكرت السوشيال ميديا كذا مره، اللي احنا عندنا ده هو مشكله مش السوشيال ميديا، هو مشكله مجتمع. فاهم قصدي؟ يعني احنا مشكلتنا مش السوشيال ميديا. السوشيال ميديا زي عدسه مكبره، زي احنا عندنا مشكله ان الناس، يعني ان واحد مثلا، يعني اي حاجه، بس شخص طبيعي جدا عمل حركه تافهه، ليه نقعد نتكلم عنه ونقعد ليه؟ فاهم قصدي؟ شخص حتى لو جاب الانسان اللي بيحبها وقعد يقول لها كلام حلو، يعني انا مش فاهم ايه ده. يعني يعني المشكله دايما ما بتكونش في السوشيال ميديا، هو المجتمع ذات نفسه فيه مشكله. يعني اوريدي احنا عندنا مشكله في المجتمع. هل بقى دي ممنهجه برضو؟ يعني هل مثلا في صفحات فيك بقى في توجيهات ان تخلوا المجتمع ده تافه بقى، ومجتمع بيركز على حاجات متخلفه؟ ما يمكن. هل احنا فينا مشكله مثلا؟ يعني انا مش فاهم، يعني ايه الابداع ان واحده في يوم فرحها بتقول لجوزها انا بحب؟ يعني فين متين ام الابداع؟ يعني فين الحب في كده؟ يعني عايزين نشوف الحب، روحوا وشوفوا في الدمرداش الراجل اللي بيلف 7 ساعات على كيس دم لمراته. عايزين تشوفوا المحبة فعلا، روحوا شوفوا الأب اللي بيطلع عينيه عشان يجيب لابنه تصريح علاج نفع الدولة عشان يعمل له غسيل كلى. يعني ده الحب. بس فين يعني فين ان احنا نطلع بناس ونعملها رموز في المحبة عشان هم بيعملوا حاجات اقل من البيزك؟ يعني هو ده محبة يا جدعان؟ هو ده الحب؟ يعني هو ده اللي يستحق ان هو يتبروز؟ ايه؟ مين اتخانقت مع مين؟ ولا يعني احنا مشكلتنا مش كسوشيال، مشكلتنا في الجهل والسطحيه والسذاجه. مش استشرت دي فشخت فينا. فيعني ده قولا واحدا، يعني مع احترامي الكامل للسوشيال ميديا. اما فكره القوانين والاخلاقيات، بص، القانون انا في وجهه نظري يعني مش هو الاخلاق. يعني انا ممكن امشي مع القانون بس بالرغم من كده ما يكونش عندي اخلاق. يعني انا مثلا مش هو الاخلاق قانونا ان انت لو شخص شفتك في بيتك مثلا بتولع في ابنك، اعتقد قانونيا ما ينفعش اخش اتهجم عليك ولا وما تولعش في ابنك. و ده انت ممكن تقول لي لا انت دخلت تعديت على ممتلكاته ومالكش دعوه، واتيفر بقى المحاكم هتبقى ايه، بس انا بتكلم قانون ما ينفعش اتعدى عليك مثلا، بس اخلاقيا لا هضطر اعمل كده. فهي الفكره ان الناس بتربط بين القانون وبين الاخلاق، والناس تخيل ان انا ماشي مع القانون او ماشي قانونيا لا ده انا عندي اخلاق. لا والعكس، انت ممكن يبقى عندك اخلاق وضد القانون. فمش عارف انا وصلتها لك ولا لا. انت ممكن يبقى عندك اخلاق وضد القانون. مش عارف انا وصلتها لك ولا لا. ممكن يبقى عندك اخلاق. مصطفى انا سامعك بس هو مش سامعك. مش عارفه المايك مقفول يا مصطفى. انا سامعك بس هو مش سامعك. طب نوي انت هنا المايك مقفول يا مصطفى. موجود المايك. انا النت وقع عندي اخر 30 40 ثانيه. انا اسف. لا ولا يهمك ولا يهمك. بص ببساطة سريعا كده عشان احنا معانا مثلا 10 دقايق واقفل. انا اخر حاجة خلاص. انت قول وانا انا كنت سامعك لغاية 30 40 ثانية، فبس قول بس الحتة الأخيرة وخلاص. انا كده لا، الحتة الأخيرة ان الأخلاق مش هي القانون، وقانون مش هو الأخلاق. انا مثلا ممكن اعمل حاجة أخلاقية وتكون ضد القانون. فهي الفكره في كده، يعني الناس ما تتخيلش ان هي ماشيه قانونيا ان هي اخلاقيا صح، وبالعكس مش معنى ان هي ضد القانون ان هي ممكن تكون ضد الاخلاق. يعني بالعكس انا ممكن اعمل حاجه اخلاقيه
وقانوني حاسبني عليها. يعني انا مثلا واحده بتتعاكس لفظيا، انا انت بتعمل ايه يا ابني ومش عارف ايه، لا ده انت بتتعدى علي، لا انا بحاول، يعني فاهم قصدي؟ يعني الموضوع مش ستيف زي ما احنا متخيلينه يعني. تمام. طيب بشكرك كثيرا 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 يا صديقي العزيز. انا لا بشكرك جدا على التجربه دي وحاجه جميله يعني. طيب تسلم. هو بس يمكن زي ما قلت لك انا ما كنتش عارف اذا كنا هنعرف نبث لايف على اليوتيوب ولا، بس احنا الحمد لله ظبطت يعني. شكرا جدا ليك يا كروس. انا بس كلمني على كتاب الخزيولوجي سريعا كده، وبقيه الكتب يعني ممكن تديني عليها حاجه لطيفه. وفي حد سال الكتاب مش متوفر PDF ممكن يشتريه منين؟ فبس وشكرا جدا ليك. لو في حد ما اعتقدش حد رفع ايده فغالبا احنا كده خلاص خلصنا يعني. طيب الكتاب الاخير اسمه خزيولوجي، بيتكلم عن الخوازيق عموما، واحنا ما اكثر خوازيق في حياتنا وعمرها ما تخلص. واللي يتخيل ان الهدف من الحياه انه يعيش بلا خوازيق، لا ده الهدف ان انت تتعامل بذكاء وحكمه في ظل وجود الخوازيق. ده ملخص الكتاب بقى وطرق التعافي والتفادي والخازوق بيتعمل ازاي. صعب اقعد اقول لك على كل كتاب عشان مش هنلحق، بس يعني انا ممكن اقول لك انا ليه بكتب. يعني انا شخص جراح. حلو. انا بس غير انك ليه بتكتب، انت عارف انا فكره الخازوقولوجي دي اصلا الناس اللي شغالين في الدوائر الحكوميه تحديدا او الناس اللي اشتغلوا مع جنسيات مختلفه بيتكلموا على الخازوق بمحبه. انت عارف انت يعني انت محتاج انك تحب الخازوق حتى يعني ايه يعني دايما تحب الخازوق. كمان تحديدا بيبقى في خوازيق متكلفه كده، يعني في خوازيق مش سهله. الخازوق بيكون انت عارف انت اللي هو بيسموه المغري، ده اللي هو المستوى التاني ليفل تاني من الخوازيق. اللي هو بيكون عليه شغل عالي. ده انا عجبني فكره الكتاب، وعجبني ان انت بتعمل الامور ببساطه. يعني انت بتقول حاجات عميقه جدا بشكل بسيط جدا. هو يا جماعه انتوا مكبرين الدنيا بسيط يعني، ما هي ماشي يعني، ما جربتها ونفعت عادي. فغير انك ليه بتكتب، انت ازاي فكرت انك تقول يعني مثلا سيكولوجي الانسان مقهور؟ احنا كنا بنناقشه من فتره، ممكن حتى تبص عليه على القناه وهتلاقيه موجود على اليوتيوب. انت عارف الكلام تحس ان هو يعني هو نفس يعني انت بتقول الكلام بس بشكل ابسط. فغير انك تقول ليه بتكتب، انت ازاي بتخلي الافكار الكبيره كده بسيطه جدا، انت بتهضمها كويس يعني، بتفكر فيها كذا مره. قول لي انت ليه بتكتب، وقول انت ازاي بتحول الافكار العميقه لحاجات بسيطه كده. طيب هقول لك. انا بكتب عشان انا يعني لو ما كتبتش هموت. ده فعلا يعني الفتره اللي ما اكتبش فيها بحس ان في مشكله يعني، فبتملي بالمشكله فبكتب. يعني الكتابه بالنسبه لي ما اعتقدش بتربح منها اصلا، ما بتعودش عليا اي حاجه غير ان انا بحس ان انا انسان، فاهم؟ بكتب لنفسي يعني، بكتب وانا مستمتع، بكتب وانا بحب اللي انا بعمله. مهتم بان انا افهم سلوك البشر عموما، محتاج افهم نفسي، افهم اللي حواليا. فمش هضمته بقى كويس فبكتبه، لا انا عشته. يعني انا عشت المهزأ، عشت الخازوق، عشت رفيق سيكوسيكو فكرة العلاقات العاطفية، عشت التجربة المحظورة، وعشت فكرة القرايات الفلسفية، وعشت اللامكترس، عشت فكرة ان انت تكون انسان ما عندكش لا اكتراث بالعالم السطحي ده، وعشت كل ده. ومش عارف اقولك ايه يعني هو الموضوع مش ان انت تبسط الصعب، انما ان انت تكون صادق فيه. يعني انا اكاد اجزم انا لو حد بيقرا لي اكيد هيطلع غلطات املائيه، اكيد هيطلع ايه الاسلوب الركيك ده، ايه العك اللي بيكتب ده. بس يمكن الحاجه الوحيده ويعلم الله اللي انا بقدمها في الحاجات اللي بكتبها الصدق. انا صادق في كل كلمه، مش بحاول يعني، مش بكتب عشان اعجب الناس، انا بكتب عشان ده اللي انا مصدقه فعلا. فده بقى بيوصل الناس فبيحبوه. فهو انا عشت ده بكل حذافيره، فبقول لكم ده بجد. مش بسعى ورا لايك، مش بسعى ان حد يقرالي، مش بسعى ان انا اكون حد بقى بابليك فيجر او انفلونسر، مش بسعى للكلام ده كله. فبيطلع حلو، فاهم قصدي؟ وفي الاخر يعني احنا ارجع اقول لك برضه، احنا بنعمل ايه او احنا عاوزين ايه؟ احنا عاوزين نعيش لنفسنا، هنعيش لنفسنا. عاوزين نسيب اثر للناس، هنسيب اثر. دي اول كود بقى في كتاب الرحوم، اول كتاب ليا، ان هو يعني بيها معناه احنا ايه لو ما سبناش اثر.
فلما تيجي مثلا اميره قالت لي مثلا اللي انت بتكتبه ده اثر فيا، بس انا مش عايز حاجه من الدنيا غير كده، فاهم قصدي؟ او مش عايز حاجه من الكتابه غير كده. اه شغلي كدكتور كجراح بيعود عليا ماديا اجتماعيا نفسيا، انا بستمتع بالجراحه وبستمتع بالطب، بس ككتابه انا عاوز كده، اللي هو انا عاوز اكتب مثلا فيجي حد انا معرفوش ولا يعرفني ولا اداني قرش ولا عمل لي اي حاجه، بالعكس ده حتى بيتكسف مثلا يقول ان انا قريت كتاب اسمه هزه او كذولي. انا لن انسى بنت دخلت لي باكونت فيك قالت لي دكتور كرولوس انا بضطر اجيب كتبك في اكياس سودا او شنط سودا عشان بتكسف حد في المواصلات يشوفها. يعني انا اسف عندي، لا يعني لو حد جايب بيره مش هيعمل كده، يعني بتعامل الكتب بتاعتي معامله غريبه جدا. بس بالرغم من كده هي الشخص المجهول ده لا هو متأثر باللي كتب، انا عايش فيه، فاهم قصدي؟ يعني انا مأثر فيه، بس فالموضوع بيوصل. حلو ده، ماشي، شكرا جدا يا كرولس، شكرا، كانت قاعدة لطيفة، وممكن نكررها مرة تانية ان شاء الله. شكرا، ممكن نكررها في الصندوق. لكرولس حياة اخيرا مخصوص كل وقتك، نسمح بس دي اخيرا انا لقيتك. انا بجد انا مبسوطه قوي ان انا اتكلمت معاك النهارده، وانا هحاول اجيب الكتب بقى، انا نازله مصر في الصيف بس هحاول اجيبها قبل كده. يعني السؤال او الجمله الصراحه اللي انا مبسوطه قوي ان حد ممكن يكون مر بتجربه قريبه من اللي انا مريت بيها وكتب الحاجات دي، هي انه بندرس في السايكايتري حاجه اسمها البوست تروماتيك كروف، وازاي انا ممكن الحاجات اللي الانسان يمر بيها في الاخر يطلع التجربه الجميله الانسانيه دي. فانا مبسوطه ان انت قدرت يعني بعد الحاجات اللي انت سمعتها وكده انت اخترت ان انت تبقى فيرم شهود. يعني الحمد لله، ميرسي ليكم يا جماعه، وفعلا ان شاء الله تتكرر تاني. يعني شكرا يا كرولس، ميرسي جدا. طيب خلصنا خلاص يا رب، خلصنا خلاص، بس هيتقفل وكمان الرومات تقفل. شكرا جدا كرولوس، وكان يوم لطيف جدا، ميرسي جدا جدا لذوقك. شكرا، شكرا يا محمد، وشكرا يا كرولوس، شكرا بجد، سلام، باي.